تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. سمعين الكرام، اهلا وسهلا. عرفتي بحال داك اللعاب كيكون غادي فيتاس وكيوقف في البلاصه، هذه كتسمى خاويه في عمره. ها بان لك خاويه في عمره. انا ندير لي عمره في خاويه. الله يرضي عليك. تحياتي لكل المستمعين، اهلا وسهلا في حلقه اليوم من برنامج البطوله، المعد ديالكم اليومي من الوحده الثالثه من الحد حتى الخميس. حلقه اليوم غنيه بمجموعه من المحاور بحكم انها حلقه نهايه الاسبوع، فيها المباراه ديال الوداد وميلودي سان داونز، لقاء الجيش الملكي الوحده الاماراتي، مباراه المنتخب الوطني قبل 17 سنه والنهائي تاريخي مع منتخب السنغال في لاكوب دافريك U17، اضافه الى مباريات المبرمجه ديال البطولة الاحترافية في نهاية هذا الأسبوع. كابتن فخر الدين، أهلا وسهلا. تحية لك منير، إيمان ورضا وجميع صديقين وصديقات البرنامج. إيمان أهلا وسهلا. أهلا منير، أهلا كابتن فخر الدين والمستمعين اللي كيسمعونا دائما على شادة FM. بالنسبة للمستمعين ديالنا والمتتبعين ديالنا والناس اللي كيتقاسموا معنا الآراء، فما غاديش نعلن على التوقيت اللي نستقبلوا مكالمات، تنشوف كيفاش غادي نقدروا نمشيو في هذه المحاور وهذه المباريات اللي غادي يتلعبوا. انا ذاك غادي نعلن، ولكن غالبا بدايه من الثانيه والنصف ان شاء الله الرحمن الرحيم مع جوج ونص. مرحبا بالمكالمات ديالكم على 0522 36 05 36. قبل ما ندخلوا لهذه المباريات ديالنا فخر الدين وايمان، استمتعتي البارح شي شويه؟ كيفاش شي شويه؟ بزاف. كنستمتع شويه، ما يمكن. استمتعتي بزاف؟ وشوف، مباراة اللي يمكن الكل كان كيتخوف على انها تكون مباراة شوية مسدودة كيف كانت في الماتش ديال لالين، انا ما عرفتش واحد لو ريتم كبير وما عرفتش واحد، يعني كي كنقولوا حنا بزاف ديال الحوجات كانوا ناقصين في الماتش ديال لالين، كان كلشي متخوف، ولكن الماتش روتور بان على ان السيتي نتفوق، لان تقريبا بوندون واحد 16 ولا 20 دقيقة والسيتي هي اللي محتكرة الكرة، هي اللي كتهاجم هالاند دو فوا، كورتوا كنظن بانه اعتقهم في جوج ديال المحاولات اللي كانوا يقدروا يكونوا اهداف، وكيجي هدف ديال يعني في واحد الوقت اللي هو ما كنقولش غريب، لان السيتي بفضل الضغط ديالها وما كاينش هناك محاولات للريال راه قدر يسجل. كنت الوقيته اللي تسجل هدف جوج الحوايج درت في المخيله ديالي، يا اما كنقول يا اما الريال الا قدر يرجع في واحد لواحد المباراه تعاود من جديد، ويا ياخذوا قتله، وهي اللي كانت قتله، هي انه ملي تمارك الدوزيام بيوت عرفت بان الريال غادي يزيدوا يفتحوا المنافذ ديالهم وغادي يطلعوا يبغوا يقلبوا على هدف، كيتزاد الهدف الثالث السيتي كنظن بانه منير تكتيكيا اللي بغيتي كرويا اي حاجه بغيتيها، ما تنظنش فريق اللي تقدر تقول لي انت دابا ولا اي واحد يقول لي 6 ولا 7 ولا 8 ولا 10، ما تقدرش تقول بحال هذه الكلمه، ما تقدرش تقول ميليو، تقدرش تقول اريا، ما تقدرش تتكلم بهذه اللغه، وحتى لا ديفونس ما تقدرش تتكلم فيها، ما تقدرش تجي تشرح لي دابا انا وتقول لي الرواق وتقول لي الدفاع وتقول لي وسط الميدان وتقول ما تقدرش تقول هادشي كيخرج هادشي كتقولوا على فراقي اللي كيقولوا باينين كتمشي برا لونتي شي مباراه اللي كيضربوا بربعه في الساعه كتقول الدفاع تطولها وسط الميدان الهجوم لان علاش مباراه باينه غاديه بسميتو هذه مباراه هذا الريتم ديال هاد الناس ما تقدرش حشومه تكلم به وتقول دفاع ولا وسط ولا ما تقدرش فرقه كلها كدور ما يمكنش واحد قضيه واحترام الاماكن ديالهم كلها في البوست ديالو ما كيحيدش منه ما كيحيدش واحد المنظر ديري وكيفاش كيحترموا البوست وقلتي ما كتعرفش لا لي دو كوتي ديال اسمي ملي كيحترموا لي بوست هذا كاين لي بوست محترمين ولكن بطريقه كاين الادوار قول محترمين هذيك كنت كنقول لك انا لي رول ما كنقولش كان الادوار محترمه تقدر ندخلك انا كلاعب وتقدر انت تحيد ديما الدور تمشي تقول لي لا انا ما شدوني هنا لا ما نقدرش والو كتبقى انت تبقى وانا تبقى هنا ولكن انا كندورو ولكن بدون ما كنعرفوا حنا شكون هو في لو رول ديالاش واش فهمتي هذاك اللاعب اللي تنهضر لك انا عليه كتقدر تلقاه دفاعيا كاين موجود داير سير نومبر واش هالاند ما كتلقاش في لي كورنير وما كتلقاش في سميتو هالاند عنده واحد لو رول كيديرو راه البارح هو ما سجلش ورا تعانق مع هذا وصفق على الجمهور علاش انا كان عنده واحد الضرور كبير وهو ديك الضربه اللي كنعاود لك عليها دائما ديال واحد لافا سونتر اللي كيدخل ويبقى يضار معاك ويبقى يدير وما مخليش هذوك الجوج ديال لاتسي ينعسوا شوف الريال كنظن بانه
لا كوب اللي كانت دات في عهد كورونا، يمكن عدد كبير من المحبين ما كانوش كيتوقعوا على ان الريال تفوز، وفعلا رجعت دارت ريمونتادا مع باريس سان جيرمان، ودارت باش وصلت العام اللي فات باش وصلت لديك لا فينال وداتها. اليوم كنظن بانه الامور كانت معروفه، على انه غير الا كانت شي مفاجاه وخلاص، لانه حتى اللاعبين اللي كاينين دابا ابار داك كاين فينيسيوس ورودريغو، بنزيما كنظن بانه ما يمكنش بنزيما تلقاه دائما تلقاه في الطوب، لانه صعيب بنزيما باش يكون ستوم اللي كتلعب لو ديبي دو لا فين فوالا، ملي كتلعب قدام لعابه اللي كيكونوا رابيد والتدخلات ديالهم كتكون سريعه، هذه اللي خلات على ان الماتش ديال البارح يكون فيه تفوق كبير ديال 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 السيتي، وخير لذلك كان تفوق ميدانيا اللي بغيتي اهداف اي حاجه بغيتيها في كره القدم البارح راك شاهدتي البارح في لا فينال. كيفاش كتشوف الفينال دابا؟ غتكون صعيبه اطونسيون، لان الانتر دمي ونير البارح، بغيتي تشوف شي فينال لما اللي تفرج في الانتر تشهيت مانشستر سيتي، ولكن الانتر سميتو عاوتاني ما تنساش غادي يكون هذا غادي يكون خليط اللي هو شويه صعيب، واحد الكره هنايا وكره تما فوالا، هنايا واحد تاكتيك وواحد النهج في شكل، وهنا نهج ايطالي اللي كيعتمد على القوه البدنيه، يقدر يبقى معك حتى 90 دقيقه هكا، تبقى حتى كاع هاجم حتى تعيا كاع دير لك، يبقى هو معك في هذاك يطلق لك عارف هذاك جيكو ذاك لوطارو بقى هذا ويضار معك باش ما كان، لانه تبارك الله واقفين هما ليزيطاليان وسيرتو الانتر، انا شفتهم مع راسي دميلو ما خلاوش شي تغرى، اذا الماتش غيكون صعيب. غلط اللي غادي يسحبوا راه السيتي بهذا المستوى اللي ظهرت به مع ريال مدريد، راه فاسيلمون يقدر يربح لا تشامبيونز ليغ، لا باقا ملعوبه باقا ملعوبه، خصوصا لي فينال احنا تعودنا مونير ماتش واحد تعودنا على لي فينال نشوفوا فيهم يعني واحد لو ريتم اللي كيكون مغاير، هادشي اللي كاين. مباراه واحده اللي غادي تلعب نهار 10 جوان ان شاء الله في اسطنبول تركيا، ونشوفوا انتر ميلان في مواجهه مانشستر سيتي، وغادي تطرحوا مجموعه من الاسئله، اولهم واش هذه عوده الانديه الايطاليه للتتويج بالتشامبيونز ليغ بعد ما غابوا عليها شحال هادي، ثم واش اخيرا غوارديولا مع مانشستر سيتي في المشروع ديال هذا مانشستر سيتي من هرجه الراس مال الخليجي. ملي كتكلم كتشوف انه الانجليز يستحقوا لانه البطوله ديالهم ما كيتبعش، وتكلمت معك ذاك النهار على العهد ديال اسبانيا انتهى كي يلا كي في اطار عاوتاني اعاده النظر باش عاوتاني ترجع البطوله الاسبانيه كيف كانت، لان صراحه اغلب المتتبعين ديال البطوله الاسبانيه ما بقاش كي هناك مباريات اللي ما بقاتش في القمه كيف كانت شحال هذه، مباراه عاديه نيفو اللي ولا عادي، لاعبين اللي ما تعودناش نشوفوهم في ديك البطوله اللي كنا عودوناهم لانهم يكونوا عندهم لاعبين من البرتغال من البرازيل من جميع الدول يعني كيف كنقول، ولكن واش تكون هذه مرحله انتقاليه بالنسبه للبطوله الاسبانيه والرجوع، واش نقدروا نقولوا بان الايطاليان غادي يرجعوا بقوه في هذا الشيء اللي بقى مازال في المستقبل ان شاء الله ديال الكره، عاوتاني يرجع المنتخب ويرجعوا الفرق ديالهم كينافسوا، ما عرفتيش اشنو. ولكن زومي لي على مانشستر سيتي بالضبط. لا سيتي راه ملي كتشوف هذيك اللي شحالو هي كتقلب على هذا سيتي، انا جو بونس بانه من قديم وهذيك البطوله الانجليزيه راه ما يمكنش ما تعطيكش واحد الفريق ولا جوج في المنافسه الاوروبيه، لان ذاك الريتم اللي كيضربوا به المباريات، فريق اللي هو نازل القسم الوطني الثاني ولكن لا شتي منير كتقول بطل بداك لو ريتم ديالو باللعب ديالو، ما كتقولش هذا الفريق يستحق ينزل، الا ما عطاوكش النتيجه وما عطاوكش الكلاسمون ما تقدرش تراهن على ذاك الفريق بانه غادي يقدر يكون نازل. وعلى ذاك البريميرشيب ديال الانجليز الدرجه الثانيه ديال الانجليز، فريق اللي باقي ليه واقيلا شي يحقق ثلاثه النقاط ويطلع اللي هو كوفونتري، شحال هذه ما سمعناش كوفونتري يا ماتشي كوفونتري وسفري هادو اللي كانوا لعبوا في فريق كوفونتري، هادو فرق مرجعيين ديال في الانجليز، تعقل على شيبو في والله مين سيرو ديك الساعه الدراري كانوا كيمشيو الانجليز كيمشيو تبارك الله فيما كان فهذاك الهينون ديال ديك البطوله كانوا الدراري عندهم مانشستر يونايتد وما ادراك ما لا وعندهم المكانه ديالهم سبحان الله العظيم كانوا كي لعبوا بزاف الياس تمني تحيه لسي فخر الدين والاخ منير، اخيرا تنتصر كره المتعه والاثاره عكس كره العقم والنجاعه
وانتظار انصاف الفرص. وراه حتى هذه كره راه ماشي سهل. هذه اللي سميتيها انت العقم راه حتى هي كره, حتى هي راه علم. ما عرفتش شاتني كره ديال فهمتي ديال العريق فهمتي, دوك الفلوس اللي غياخذوهم حلالا طيبه. شوف كل واحد كيخدم بداك الشيء اللي غادي يسلك به الماتش ديالو اللي غيربح به. ناخذ واحد الفاصل ومن بعد غادي نمشيو نتكلموا على النهائي ديال الاوديسات مع المنتخب السنغالي وماذا ينتظر اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي. ندخلوا لبعض لي ديتاي. والبداية راه كان قالها فخر الدين البارح, ما كيهمش الفرديات شكون اللي غايب ولكن اللي كيهم هو الجروب اللي في اول المجموعه. نهضروا على الدراري هادو ان شاء الله بعد الفاصل. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شذا اف ام. تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. تحيه للسي مصطفى قبادي, السي حمزه وكذلك انس. مصطفى قال لي انا انت الاول تبارك الله عليك. صافي كيبان لي فينا 50-50 انس الساقي. إلياس تحيات أخويا. سي إسماعيل السلام عليكم, أنا كنشجع ريال مدريد ولكن البارح السيتي كانت قوية علينا وهما اللي واجدين الفينال. ما عرفتش شفتوا لا ديكلاراسيون ديال فينيسيوس ولا لا؟ قال لهم باللي المباراة كانت بالنسبة لنا معقدة بزاف وأمام فريق اللي قوي بزاف على الأرضية ديالو, وقال لك استمتعنا بزاف ديال الحوايج وشي حوايج شي ديتاي خديناهم من هذه المباراة اللي بوتيتخ الأم الجاي ما نقدروش نديروا نفس لي فوت اللي درناهم هذا يعني هذا الموسم هذا. لا ماشي هو اللي خصو يهضر بحال هكا. مدرب جو سيبا ديما هضرنا على هذه القضية ديال الريال واش زعما يكون ذاك المانع ديال الأرض وديال الجمهور وذاك الشيء فيك شحال هذه ما لعبتش زعما لو غوتوغ ماشي في الأرضية ديالها. ورا في الارضيه ديالو شتي راه داروها واحد لواحد. وي لا لو غوتور كنهضر ماشي على الالي. فينيسيوس الا بقى بحال هكاك هذوك ريدريغو نيمار داكشي البريز الله يرحمه ما غادير لا كوب دي موند لا والو. باش نقول لك انا دابا انت كتفرجي كتهضري على واحد اللاعب حنا اللي عشنا معاه. انا هضرت لك على ديكلاراسيون ديالو. ما خصوش هو يدير ديكلاراسيون هكا ماشي عليك انت, هي المدرب اللي خصو يدير. قول ليه استفدنا والعام الجاي ماشي هو اللي خصو يقول. انا كنقول لك هاد رودريغو هاد فينيسيوس وهاد نيمار ولا جو سي با هاد هاد المجموعة اللي طاحت عند البرازيل راه الا ما مشاوش داروا اجتماع وجلسوا وخموا جابوا لعابة اللي غيضربوا البرازيل ما غادير شي حاجة. راه يمشي لهم انشيلوتي راه في كوبا امريكا راه تقدر تحصل. راه يمشي لهم انشيلوتي اللعابة اللي عاشتوا اللي دوزات البرازيل راه باش ما بغيتيش شخصية كاريزمات التاريخ كيهضر كاريزمات. الرئيس ديال الاتحاد البرازيلي هذه واحد الشهر باش كان صرح قال لهم حنا رسميا غنتسناو انشيلوتي حتى لشهر 5. ما كاين مشكل يمكن يجيبوا لنا واحد عدد كبير. انا شو قلت لك ذاك النهار قال لك هو الخيار رقم واحد. ماشي الخيار رقم واحد بالنسبة لهم انشيلوتي بعدا اولا على حساب لاج الخبرة وديك لا ساجيس. بالنسبة لك خصك تجيب واحد المدرب غير هو واش غيجيبوه على اساس الحكم ديالهم القرب ديالهم من اللاعبين البرازيليين اللي دوزهم بزاف واش فهمتي شنو نقول لك اللي غادي يقدروا يدعموه. ولكن الا مشى حتى هو بديك القضيه ديال يكونوا جالسين ونيمار يهرس بيضه على العاب في لونطريما وتجينا هذوك الصور ديال سميتو ولا شي واحد يدفعوه في الماء فهمتي يا موني فهمتي هادي شتي انت ما شتيهاش واش مشت انا غادي بزاف. انا هذا ماشي هادي سميتو ماشي هادي الكره ونشوفوا من تما. لا حيت الكره نسيت عطيني راه كاين واحد الحديث عطيني باريس سان جيرمان على سميتو على اللعاب اللي ذكرت لك عليه ديال اللي كان لعب في ماركا البيت الاول وسميتو دا سيلفا ولا سميتو برناردو سيلفا. برناردو سيلفا راه باركين كي باغين ولا وي داير حديث عليه انه كيقول لك انه هذاك والبارح كاع كانوا داروا ما فوت قال لك شكون اللي بوغ وشكون اللي هذا. دابا ذاك النهار كانت على 46 البارح غادي تكون واقيلا مليار ملي دار هذاك الماتش. دار هذاك الماتش وانا كان بان لي انا مشى تما وقيلا كيبان لي الا ما لقى زعما هذا براسو حتى هو الا مشى ما غيلعبش شحال هادشي اللي شتي مع السيتي. المشكل اللي شتي باريس سان جيرمان المشكل ماشي ديال شكون المدرب. المدرب باقي ما عرفتش انايا صافي باش كيعجبوك الناس لاعبين السيتي اللي غادي تلعب فينال وهذا هما اللي بداو يجيبوا لك مبابي وسميتو والو حنا راه كاينين هنا فهمتي شنو نقول لك. لا بدا مبابي دخلوه لكم في وسط سميتو. سول فخر الدين على اللاعب ديمبيلي هداف الامل مسجل افريقيا ديمبيلي هداف الامل مسجل افريقيا. كيهضر لي على واحد الدري ديمبيلي في ليسبوار الوداد مسجل في ليسبوار. اخويا انا هذاك عمرني شفت واحد المره دخل وسقت لي الخبر واحد النهار يمكن كان في ماتش ديال اسبوار كان دار شي تصرف ضرب يمكن شي واحد في شي ماتش مع اتحاد التوارقه ما عقلتش خرجوه وخرج يمكن كان ديك الساعه بحضور كنظن حتى الديريكتور تكنيك من عبيشه ولونترينور ديال ليسبوار. المهم شي حاجه بحال هكا ليكيب بريمير راه ما بقاش
كيفاش واخا مسجل افريقيا انك غادي تديه تغامر به؟ والله يعلم ما عرفتش ما نقدرش نحكم على شي حاجه. نمشيو المنتخب الوطني المغربي اقل من 17 سنه، واش شاف فخر الدين قبل هذا قبل تقريبا واحد اكثر من 24 ساعه على هذا الماتش واش نتكلموا على ضغط ديال فينال؟ لا عند الدراري انا ما كنظنش بالنسبه لشيبه، ما كنظنش والمجموعه اللي دابا الطريقه باش غادي ما كنظنش، كون كان كاين عليه الضغط ما يوصلش لهذه المرتبه. كان يقدر يخرج في الدور الاول ما يلعبش كاع مع مالي. الطريقه اللي كيلعب بها المنتخب المغربي كتبين لك بانه لاعب ترونكيل ما عندوش مشكل. هجمات علينا مالي خلقت لنا مشاكل، لعبنا احنا دفاعيا ابار بعد لي زوكازيون سون بيش با بين مالي. كنا مرشحين احنا دائما كنتكلموا على انا وياك هنا من المنتخبات اللي كترشح يا السنغال فاسيلمون بلاتي من غرائب الصدف لا نظام التصفيات الجهه اللي فيها السنغال لو فوا في الكوب اللي لعبوا مع من بقات في الفينال. انت قلتي عقلتي انا ما جيتي كنت بقات في الفينال يوم مالي يوم مالي قلتي لي اذا احنا اليوم وصلنا لانه لي مورسو الكبار اللي غادي نلعبوا معاهم واللي احنا غادي نتقاسوا بهم هما هادو لينا. هو لعبنا مع مالي الحمد لله دزنا بار لي تيروبيوت، وباقي لينا دابا السنغال في هاد لا فينال جو بونس بانه لعبنا مع نيجيريا مع سميتو مع فرق اللي هما نقدر نقول لك انا عندهم اسم في الساحه الافريقيه وقدرنا نقارعوا معاهم يعني كيف كنقولوا حنا ونوصلوا معاهم درنا ماتشات معاهم كبار. واش نقدروا نديروا ماتش بحال ديال مالي مثلا مع السنغال؟ لا شوف دابا انا نفس المعطيات هي نفس المعطيات بلوس عندك لي سينيغالي عندهم ان بلوس عندهم واحد شويه ديال لا تكنيك بلوس كو لي ماليان سو سون دي كي كنقولوا دي رونار بالنسبه لي انا. هذوك لي سينيغالي في اللعب ديالهم كاين تحرضيات عندي ما نتسال. عطى واحد الاحصائيه هذا المنتخب السنغال اللي غيلعب ضدنا شتي ديك جينيراسيون فوت اللي بقات في الفينال ديال الوليد محمد ديال الاكاديمي اربعه منهم تيتولار في لي اودي 19 ديال جينيراسيون ايوا هادو 17 عام كاين لعبوا هادو لعبوا ولكن واش ما كتشوفوش الماتش الاخر اللي لعبت السنغال شويه تعذبات يعني حتى هي بقات في لي بينالتي وداك الشيء دونك لا على حساب لك على حساب الكاليبر مع من كتلعبي بوركينا فاسو بوركينا فاسو محسوبه حتى هي مع الفراقي كون شتي دابا السنغال مع مالي كنت تشوفي ماتش بحال هكا لا كلاس مونديال راه كل عام احنا مع بوركينا فاسو نقدروا اتونسيون ما تعرفش تقدر تاو تقدر جوج الحوايج جوج دابا كاين واحد القضيه دابا اللي كاينه هذه ستين فينال بالنسبه لي انايا الضغط انا ما تنظنش بانه اللاعبين ديال المنتخب المغربي غيدخل معاهم شيبه في هذا البريباراسيون اللي دايزين دابا ويقولوا بانه عندكم وحنا نخسروا الفينال وغادي نديروا لا راه شوف راه شي الماتش ديال الجزائر والله العظيم منير كنت خلات فيه الحتيات ديال وانتوما ما ندوزوش سلطيه ما ندوزوش وكون دار شي اجتماع في الفيستير متفقين وكون شي واحد سخن عليه راسه وجاب داكي والله العظيم اسمع الا حلفت ما خصنيش نحلف كنت غتشوف شي حاجه اخرى راه ما كاين ما احسن من داك لو كالم بروفيسيوناليزم ومشيتي ديريكت خليك في الكوره باش كتكون بروفيسيونيل ماشي السياسه فهمتيني ابار حنا ما داخلينش في هذا الشيء ديال سميتو تعمق في شي حاجه اللي حنا ما عندنا بها انا لاعبين الكره انا جايب واحد الوليدات ديالي كمنتخب مغربي جاي باغي نلعب الكره انا واحد القضيه بالنسبه للجمهور حتى اللي كيتباع ولا الله يرحم لكم الوالدين خليو هذوك الناس يديروا اللي بغاو راه هما عندهم توجهات ديالهم دابا ما فهمتش انا دابا كاين شي حوايج كدور تما ما بغيتش انا ندخل باش ما نردهاش موضوع كاين شي ماتش غيتلعب الغد ليه قال لك لي تشوي شوف حنا الدراري ديالنا بلوس كنهضروا حتى على الوقت مع الاشطره مع سميتو فيو كو قلتي البارح راه كاين البرمجه ديال الكاف شوف دونك بقاو في الكره شوف انت حنا دائما كنمشيو لواحد القضيه كاينه سياسات الدوله الله يرحم الوالدين فوق طاق فوق كل شيء والسلام عليكم ارضي عليك ما باقيش تدخل معايا في شي حوايج اللي انا ديما كنشوف الدوله لان كنعيش فيها كنشوف ملك البلاد كيفاش كيتعامل معها صافي تما وحبس صافي كيفاش كيتعامل كيفاش الخطابات كيفاش الحمد لله الناس ديالنا المسؤولين كيفاش كيتعاملوا بغينا نبقاو حنايا حنا شهاده لله جميع الدول الاوروبيه ولا هذا كتشهد لينا بانه حنا المغرب الحمد لله متفتح ما باغي حتى شي حاجه ما باغي صداع ما باغي حتى شي حاجه الشعوب بعضياتهم كتسمع لي ديكلاراسيون كتلقى الناس كيقول لك انايا حنا ما عندناش الحمد لله اذا خلينا نمشيو في كره القدم ونهضروا على كره القدم وتاش المنتخب المغربي حتى هادشي اللي كتقولوا فخر الدين هو اللي كتكون القضيه ديالك ديالك عادي ديالك راك غادي صافي ما كاين حتى شي مشكل بصح حنا سالينا ذاك الماتش هذاك اون فينال دونك كاينه حاجه اخرى اللي خصها نعرفوها دائما منير بدايه ونهايه
ما هي البدايه؟ هي هاد الكوب دافريك. النهايه ديالي انت غتكون الفينال غدا غتكون داكشي اللي قلنا. وملي غنساليو هذاك المنتخب غادي يجي. جا منتصر الف مبروك. يجي من هازم الف مبروك. اسمح لي جا من هازم الف مبروك. البروجي ديالنا هو هذا. لا تأهلنا لكأس العالم. هذه وحده الاولى. ثم اجي نشوفوا واش غنديروا هاد الوليدات. ما بغيناش الجمهور يعيط لي انا وياك قدام منير ويقول لنا فينا هو ذاك الدري اللي كان الدري اللي كامل التيران. فينا هو ذاك لاريار دروا ذاك الدري اللي قلتوا لنا راه ولد الوداد راه ما شفناش ذاك الدري ولد الرجاء ما شفناش. ها اللي بغينا حيت هادشي غيسالي كاع اللي كيطول في شي حاجه راه غلط. راه كتمرض على راسك الا طولتي. انا كنعتبر الامور مجرد باساج وسط باساج اللي دابا حنا كاين الباساج افيد وكاين لي باساج اللي عامر. هذا المنتخب ديالنا باساج عامر مشرف. هذا عامر بزوين خصنا نعرفوا كيفاش كيفاش لا جيستيون ديال الباساج افيد اللي غيدوزو فيه بزاف ديال اللعابه. هذا باساج عامر تبارك الله. شفنا وليدات اطار مغربي صديق ديالنا خونا الله يعاونو مع مدرب تا هو ولدنا وخونا اللي هو نادير. شكرا لدوك الدراري نور الدين بوبو تا هو كاع دوك الدراري اللي كيشتغلوا تما اللي ديالنا اللي كنتسموا حنا كنفرحوا لهم كثير لانه اي نتيجه من غير هذيك كانوا غادي يدخلوا ومبداو عاطيني نسمعوا لا الفئات الصغرى وما عندناش التكوين والدراري ماشي هو هذا المدرب ديالها وماشي هذا مع كامل الاسف. اذا الحمد لله انا بالنسبه لي فينال ديال غدا ان شاء الله انا نقدر نعطيك 50-50 واحد الوقيته كنت نعطيك 80 للسينيغال في واحد الوقت من الاوقات في البدايه ديال البطوله ونعطي 20% للمغرب لانك باقي ما بداش المغرب. دابا حاليا نعطي 50-50 الا لعبنا كيف مالي وما عرفتي كيفاش غيلعب شيبا ويتسناهم ويدير راه غير هو استماش تري تري ديفيسيل. هو راه عبر على الاسلوب عبر على الاسلوب ديالو في الندوه الصحفيه قالها قال لك ملي كيكون الفرق بين قال لك حنا عندنا امكانيات ديالنا حنا مغرب لا مورفولوجي عند ديال جنوب الصحراء ما نقدروش عليه يعني ما غادخلش معاه لا في لو كونتاكت ما غادخلش معاه في لي دويل. قال لك شنو هو الحوايج باش كتغطي انت هذا الشيء كتضيق المساحات وكتحاول انك تخرج الكره بالشكل باش شوف انا ملي كنلعب معك كنلعب معك على حسب القوه ديالك انت واش عندي باش نواجهك ولا ما عنديش ولا ما عنديش. الا ما عنديش امونير كندير داك الشيء المقومات ديالي الله يرحم الوالدين اللي غادي نقدر نخلق لك بها مشكل في انتظار نغفلك بشي حاجه ضربه جزاء شي حاجه فهمتي راه سي كوم سا. هادو هما الماتشات. غير هو دابا حاليا حاجه واحده اللي خصنا نديرو الله يعاون هذيك الفريقه ان شاء الله ذوك الوليدات الله يجيبهم على خير الله يسهل لي. شوف والله يسهل عليهم يسهل عليهم داو الفينال مرحبا الف مرحبا الف ما داوش 2000 2000 و3000 واللي يبغي. علاش؟ لان الهدف تحقق الاولاني بعدا تحقق وما تكتبوش على راسكم قولوا لينا اش كنتو باغيين من هذه الفرقه. راه ما كنتوش باغيين منا راه كنتو كتقولوا ندوزو ونديرو ونديرو كنتو ما غاديينش كاع واحد الوقيته كانت شو اش كان يوقع علينا. وملي كنقول لك راه كيتحرموا الوليدات ها انت ترجع هضرتي تصور كون ما مشيناش كتشوف كل جينيراسيون كلها هادشي كله ما غنشوفوش. اذا الحمد لله لله سخر ومشينا رغم المشاكل ورغم ورغم وحنا دابا اليوم باقي ما جيناش حنا فيناليست. دابيتود كنكونوا رحنا جالسين كندوروا هنايا وهذا والله ما لك الحمد الحمد لله. بلا ما نزيد الهضره على لي زوبجيكتيف ما عندك ما نزيد ما نشوف الا زدتي شي حاجه راه غير غنطولوا في شي حاجه اللي هي. انا بالنسبه لي الهدف المهم المقبل هو ضمن المشاركه في الاوديسات العام من هنا عامين ثاني ان شاء الله ان شاء الله. ما تخبرش ما تخبرش ما نسمعوش عاوتاني 10 سنين و8 سنين وهذاك الشيء. سيرتو نظام التصفيات دابا معاون يعني ما عليك الا توجد جينيراسيون معاون بزاف ودخلوا توكل على الله وتحيه لهاد لا جينيراسيون. واحد القضيه اخرى راه هاد الجروب ديال اوديسات ماشي غير هادو اللي في الجزائر راه حتى هادوك اللي كانوا في معسكرات وما ما مشاوش تقدر من هنا واحد العام تلقى واحد ولا جوج من هادوك هزوا المستوى ديالهم زادوا ان شاء الله. تقدر تلقى جوج ثلاثه اربعه من هادو المستوى ديالهم هبط دونك ديما هذا هو التكوين شي لي جون لي جون لي جون ما عمرك ما تخاف منهم اللي كيكون باقي بحال لاباطا موديلي كتقدر تشدها وتبقى تتعجن فيها كدير شي حاجه سا ديبون شكون اللي غيعجنها. ايوا الله اعلم اخويا شوف شي باتيسري لا الباتيسري عارفين شغلهم كيعجنوا. وواحد واحد الصديق نشر البارح واحد الصوره ديال المنتخب الوطني اللي كان في كاس العالم ديال اوديسات 2013 وزوما على واحد الكارو شكون فيه؟ فيه وليد الصبار والعرجون وحدهم نبيل الجعدي
اييه وحدهم سفيان مرابط. سبحان الله. تعليق قال لك والد الصبار والعرجون ما نهضرش عليهم لانه ديك الساعه كانوا محليين. اييه واللاعب المحلي انت وزهرك كيفاش شكون بقى بالله تعطى واحد المقارنه. نبيل الجديد ديك الساعه كان هو الكابيتان والنجم كان في اندرليكت. اندرليكت فينا هو دابا سال به المطاف في المولود ديال وجديه من بعد ما دار واحد سفيان مرابط كان ديك الساعه جوار مويف في الجروب خدم. دابا مرابط هو واحد من النجوم اللي كيفاش واحد القضيه استر واحد القضيه. انا نعطيك واحد لي زيكزامبل ديال دي جوار اللي كانوا واش نقدر نقول لك نورمال ولا عاديين ولا هذا وفضل الخدمه ديالهم ولا غاتوزو الايطالي. الايطالي ما نعقلتش عليه في الصغر او في الميلان اكيد في الصغر ما نعقلتش عليه ولا ما عقلتيش على هذا ما قتال هذا في ميلو التيران كان ما باش معاه الرسول فيزيكمون كان مزيان هو ليميتي في سميتو ولكن ما كيوقفش عنده في صدرو موتور ما كي سميتو كاين دي جوار مونير هذا دونغا ديال البرازيل ديشون انا دي نو لي ماشي هما زيدان ماشي هما ديشون ما كانش هو النجم ديال فرنسا ماشي بيرلو ماشي كابيتان ديك ولكن هادو ملي كتحطوا فرنانديز قبل في ليكيب ديال بلاتيني وديال جوركايف وديال تيغانا لويس فرنانديز المحلل دابا راه الله يستر هذاك كان كيطيح تقاشر في الارض ما عنده لا بروتيج لا والو ولكن راه ولكن هادو ها انت قلتيها المرابط دابا نهضروا دابا مزيان اللي جبتي لي المرابط نحطوه في هذه الخانه ها هو دري اللي قلتي اللي قال السيد مشكور على انه يمكن الكاليتي دجو ديالو داك الشيء كانت شويه هذا ولكن الخدمه ديالو اللي كيخدم اش كيقول دابا المرابط هو اصلا تيقول انا الا ما كنتش عارف فيزيكمون 100% ما نطولش لا ماشي ما نطولش ما نخدمش ما غنلعبش غندخل التيران غنبان سكي فينا بغيت نكون تفوق على اللاعبين في كوب دي موند دابا كيهضروا عليه بزاف المعلقين علاش؟ لان سيت ان بورتور دو ان كاسور كان فيما تيدورو تيلقاو تيقلع في الكواري ها هو عندنا زياش ان تكنيسيان عندنا بوفال وكان خاص اللي يخدم عليه عندنا ولكن عندنا اوناحي ولكن عندك واحد السيد اللي ما كتقول ما تنظن ما غنلقاهش هنا حتى كيبان لك هو اللي خرج هو اللي قطعها وبعض المرات كي شحال من مره كان غياخذ صفرات وحمرات وخداها وحده راسي غريب المونديال كامل علاش المونديال كامل خداها وحده في الماتش الاول علاش؟ لان الناس اللي لاعبين تما متعودين يلعبوا بطولات كيشوفوا فيهم هذوك اللي طاكل غدا غتخرجوا كوب دافريك يدير ان سول تاكل هذا صفرة غادي يجي لي الاخر يقول لي صفرة ثانية صفرة اخرى حيت ما عندك لو ريتم اللي كتعيش به انت ماشي هو لو ريتم اللي كتلعب به انا عطيتك واحد ليكزومبل حيت قلت لي زوما على هذا الاختيارات والاورينتاسيون حتى هي مهمة احنا انت في هذا الكلوب ما نمشوش بعيد اجي لهنا ما نمشوش بعيد اموني ما نمشوش بعيد باش ان شاء الله نكونوا ديما قرب زياش ما كنتش موافق انا وياك على باش نمشي لتشيلسي باش نمشي انا منين سمعتك قلت لك اموني اتونسيون هذه الفرقة راه غادي يمشي انا كزياش نقدر نحبس انا لاياكس كنت كندير كل شيء وانت كتعرف البطوله الهولنديه انا كنفرج فيها كان هو النجم في لاجاكس عاديه 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 ابار فاينود وشي كل شيء لا حتى العام اللي لعبوا في الشامبيونز ليغ شوف كان بان لان علاش؟ لان سيت ان باترون كيعطيو الكره وكيتسمى مع تنهاك المدرب ما كانش كيقول ليه ملي مشى لانجليز مشى لواحد البطوله اللي الشارجي دو ماتيريال حتى هو بعض المرات كيقول لي دخل جري واخا ما يكونش عنده غرض يقول يدخلوا يجري في ديك الفرقه ما كيبغوش شي واحد واقف هما شي واحد واقف كيتسنى زعما هو العشرة داكشي لا لا ما كاينش منير توقف اجي عييتي واش ما كتلاحظش معايا هادي تفرج معايا في البطوله الانجليزيه ولي راه ما صورش كيدربوا الله يرضي عليك شوف واش عمرك كتخرج الكره كيلوح الكره شتي كيدير لا واش كان عمرك شتي في البطوله الانجليزيه ماتش ملعوب وبان لك بحال دابا شي واحد كيشد على خاطره وتيدور راه تقدر هنا راك شتي كتطلب قهوه وتسنى تعطيوها لك وتقول لي واش جاي شي واحد من اللور يقول لك باقي ما جا حتى واحد والدور وهذاك اللي جاي من اللور كل يقول لي انا جاي عندك راه هادشي اللي كاين منير باش نكونوا رياليست وحنا شوف راه الحديث على هذه الفئه هذه راه ما مرتبطش غير بمنافسات كاس افريقيا راه مازال غيتواصل راه بعدنا منير دابا خرجنا على لا فينال خرجنا شوف حنا ان شاء الله لا فينال دايزه حنا كنهضروا على مستقبل ديال هاد الوليدات ان شاء الله يكونوا ان شاء الله هما لي بيلي ديال ليكيب ناسيونال ا ديال فراقيهم بعدا وفراقيهم حتى فراقيهم الله يرضي عليك
كما هضرنا مع استاذ البارح نشوفوا الدراري كيلعبوا ونشوفوا بحال مثلا استاذ البارح هضر على ذاك الدري اللي كاين دابا مع ليكيب ناسيونال ما خصوش يبقى في الاوديسات هذاك خصو يطلع خصو يطلع للفئه اللي فوق هذاك هذاك دابا شحال عنده من عام 16 واش هذاك 16 انا بالنسبه لي الرجاء ندخلو يدخل مع المجموعه شي لا تصر هذاك الوليد غادي يعاونك عرفتش كاش كتقول لي انا باش توصل خصك 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 عبد الله غلام خص قرار يجي من فوق ما عرفتيش هادي انت الهداف في الدوري الاسباني رقم ضعيف بالمقارنه مع السنوات السابقه زمان ميسي اللي كان كيوصل ل 50 ورونالدو وسواريز ايوا قلت لك انا قلت لك النيفو هبط النيفو هبط النيفو هبط بغياب النجوم رسالة إلى بعض الصحافة المغربية لا تبخسوا الناس أشياءهم سي شيبي يستحق الإشادة والتقدير على ما وصل إليه الفريق هذا ماشي عمل ديال الركراكي أنا الركراكي بوحدو في ليكيب بروميير وشيبا عرفت شنو بغى يقصد بزاف الناس كيربطوا بزاف الناس كيربطوا طريقة اللعب بحال اللي شفنا في المونديال نقولوا هادو بلا مشطر الراجيم اللي راه قلت جاوبتي لعقلتي نقولوا هادو بلا مشطر الراجيم الركراكي جا دوز واحد الوقت وجيز هاديكم اصاحبي مع ليكيب بروميير شيبا راه خدم معاه الدراري عامين عنده عامين بالضبط ديال شوف منير دابا هاد الوليدات هادو راه باقيين صغار مازال والسيد اللي كيخدم معاهم هنا والد عنده واحد الرجاله بعقلهم اللي يقدر يطبق عليهم اي نتيجه ما فهمتش انايا كنبداو والله ما عرفت انا هادشي كيفاش كيمشي فرانس الحمد لله ما فرانس ريجي قال لي عصام عدوى ونيف اكارد كانوا لاعبين في البطوله متوسطين وداروا كارير محترم لا بلاتي عدوى كان عندنا انا الوقيته اللي كنت كان عندي عدوى انا كان باين عدوى عدوى كان باين مشى مع فتحي جمال لا لعب في ليكيب بروميير كان معايا مع روماو عيطنا عليه كان معانا مع روماو مشاش لاكوب دي موند كان معانا وعيط وانا اللي كنت فتحي جمال قلت ليه بهذه المناسبة قلت لي راه واحد الوليد خصك تشوفو عدوى تبارك الله عصام عدوى وكان عند توفيق بلاغة ولعب في المنتخب عند خالد بلاغة خالد بلاغة عند خالد بلاغة ولعب في المنتخب الوطني مع لومير باش نقول لك انا حتى هو الكاليتي دو ديال عدوى تبارك الله الصلاه عليه في لا ديفونس ديك الطوله اللي عطيه الله كان كيشبه النيبت وكان كيلعب حتى في ميليو تيران لا تبارك الله وعدوى تبارك الله ومشى الامارات ونايف اكرد ما نقولش انا كان متوسط فاش طلع راه لعب في بريمير ديفيزيون باقي ما كملش 18 سنه فوالا دونك تكون 18 غادي تصر وغادي اي دايوغ نايف اكرد دابخي لونتوراج ديالو كيقول دائما بسيشيكمون كيكون واحد الدري اللي كالم وكي دائما كيشوف هذوك لي بيلي اللي كانوا قبل من عندهم الفرقه وكي لي ديتاي ديال لي ديتاي كياخذهم وكيشدهم وكيديفلوبي راسو دونك اللاعب فاش كيكون عقلو صغير وكيتعلم اي حاجه زعما دغيا يقدر يوصل عائله الكويريه باه وعمامو لعبتي ضدهم الله وديهم لي اكرد كاملين تحية لكل الأصدقاء المتتبعين ما عرفتش باقا جوج ديال الدقائق على ولكن شوف غادي ندخل في الموضوع قبل ما ناخذوا الفاصل الجيش الملكي في مواجهة الوحدة الإماراتية غدا إن شاء الله مع الثمانية والوحدة الإماراتي أفخر الدين واش نقدروا نهضروا عليه كيف كنا شحال كلاسي تروازيام في البطولة الإمارات محترفين هادي سباستيرا سيرفان المحترفين كاين واحد ثلاثه البرازيليين المهم امريكا الجنوبيه مع طالله غير هما كاين غا ريكاردو شوف منير اسمع لي واش الحديث عليه كيف كنا كنهضروا على الهلال السعودي والوداد اتحاد جده الرجاء واش كيف لا ميم شوز بالنسبه لي انا خرجنا من جنوب الصحراء ودخلنا لشمال افريقيا ودخلنا دابا الخليج هو اولا بعد من المباراة ديال ليبيا بيناتنا بأنه لما كنواجهوا هاد الفروق اللي هي قريبة لنا والمجاورة ديالنا كتخلق لنا مشكل يعني من الربعة لواحد لثلاثة كنتي غادي فاسيلمون كون ما تماركيتيش بيت كنتي غادي تكون إليميني هذا مع فريق اللي معذب المشاكل اللي كتعيشها البلاد بزاف ديال الحوايج غدا عندك فريق آخر اللي هو فريق الوحدة الإماراتي اللي ديجا سميتو سابقا انا كنظن بانه مش كل فينا اللي ما كيعرفش الوحده الفريق القديم ديال نادي المغرب في واحد الوقت من الاوقات الفريق ديال خدم فيها سعيد شيبات بيان سور الفريق ديال احسن لعاب في التاريخ ديال الامارات اسماعيل مطار راه كاين حتى هو
باقي كيلعب؟ باقي كيلعب. دخل عليك بالله. والله. شحال تكون عندهم العام؟ شكون عارف؟ عاودت لك هذه القضية ديال المطار ملي كنت أنا في الإمارات. كان ديك الساعة في لا كوب دي موند اللي كانوا يلعبوا مع واش كيقولوا لي. أنا حضرت ليها أنا ملي كنت خدام تما حضرت ليها في الخليجي اللي كانوا داو. خليجي 18. إمتى خدمت أنا في الإمارات؟ راه باقي 2006 2007. تبارك الله شحال يكون عندهم العام هذا؟ تبارك الله. وما عرفت. هذا عندي واحد الحكاية ديال هذا إسماعيل المطار. والله عرفتي علاش ملي كنت نعاودها لك كنت في الإمارات. كنت كان هذاك المدرب التونسي وذاك سميتو كنقول ليه ملي تكون غادي ديرها مثلا التقسيمه هي نص تيران قلت ليه غادي اعطيني قصرت انا نلعب شويه باقي ديك الساعه انا مشيت الحمد لله فيزيكمون وداك الشيء ودخلت انا لعب معاهم حابس واحد الكول جاتني واحد الكره حطيتها بصدر وماركيتها عليه بواحد الطريقه هذه ومشيت كنحتفل عاب وحدي ويجي عندي قال لي يا كابتن اش تسوي قال لي زعما الشيء اللي كدير مشى واحد هو كيخدم هذا هو اللي كانوا عندنا حنا في دوزيام ديفيزيون تيخدموا كيديروا المداومه الوغ ميك فين خدام هو في الشرطه وكاينه الشرطه المغربيه خدامين عندنا عارف انت عندنا بزاف ديال الدراري ديالنا ديال البوليس خدامين في راه المغرب من وضع الاسس دابا هو مشى هو لتما هو يسول شي مغربي قال لي شكون شكون اللي خدام قال لي شكون اللي خدام معكم في هذا قال لي معنا واحد فخر الدين وقال لي الاخر او معك فخر الدين هذاك الجول ديالنا ملي سمعوا تفاجئوا كيفاش هضر لي عليا وقال لي راه زعما راه في المغرب راه هذا وهذا هو يجي غد لي قال لي يا كابتن انت دابا توكل الله داك الشيء اللي سمع عندك انت بحال اسماعيل مطار قلت لي انا الرعد في المغرب ها هو ما كاينش اعتراف عنده 40 عام دايور 40 عام قلت له كي انت هذا اسماعيل المطار هنا قلت له انا راه كنت فخر الدين الرعد قلت له ولكن مع كامل الاسف حنا كل واحد تيشو دابا هذا المطار هنايا كيدير كويره جوج تبارك الله باقي كيلعب في الوحده كيلعب في الوحده هو فاش داو ديك الخليجي فاش داو ديك الخليجي كان معاهم مدرب اماراتي ديك الساعه جو سي با انا المهم حضرت لهذاك الخليجي تما بالكلاكسونات وعلى شط البحر كيف كيقولوا هما عشنا معاهم بديك اللحظات على اين انا كنت كنحضر انا كنمشي مع نادر المياغري كنت كنحضر التدريب وسبحان الله العظيم تيلمون هذاك حنا كنا قراب منهم درنا معهم ماتش اميكال نادي الضفره مع نادي الضفرين غير فاز زكريا عبوب ورضا الرياحي ورضا الرياحي دازوا فيهم امير الرباطي حتى هو داز منا كنت كنهضر مع هذاك قال لي راه سبحان الله العظيم هذيك الفرقه تيلمون فيها الشيخ كي عزيز عليه هذا كان كيدي لعابه من واللي كان كي هذا هو شليضه احمد شليضه هو اللي كان عنده الوكيل هو الوكيل ديال فين كنا في ليفار باش نرجعوا على ليفار انا كنقول لك مولي بينا وحنا كنهضروا على الوحده على الوحده تي ريزون داكشي باش كنقول انا شدنا الوحده اسماعيل مطار اسماعيل مطار يعني علاش انا كنضرب بينا ستا ماتش غيكون تري تري ديفيسيل بالنسبه لليفار خصهم هنايا يحاولوا يديروا بون ماتش وما يتاثروش بالماتش ديال الفتح لان راه انا بالنسبه ليا تنقول لهم راه درتوا كان ماتش زوين بشهاده ديال الجميع ولكن تقصاو يقول لك شنو غنديروا حنا بماتش زوين دابا خليني نهضر معاك في الكوره واش بغيتيني نشجع ولا نريب لا راه كتشجع وانا خليني نشجع انا كنهضر اون كونترينور دابا انا دخلت عندهم الفيستير هذه هي اللغه اللي غادي نتكلم مع الوليدات صافي سي فيني الماتش ديال الفتح سالا الا بقيت كنخمم فيه راه هي ما غادي نصور اجي نقول القضيه غادي نبكي على واحد الماتش اللي هو داز ما عندي ربح نبريباري الماتش ديال الوحده وثم نشوف بعد اولا جيري الماتش ديال هنا لان هي غتلقى مشكل تيطيروا في تيرانو عندهم بون تيران لا بيلوز وكل شيء مزيان عندك سفر طويل بعدا ولا من غير السفر انا كنظن الامارات شو اون فوا توصل الامارات تنزل غادي تحس بلي دخل لواحد الفندق والمسائل غيكون داك الشيء زوين غير هو خاص الفريق الجيش الملكي يقدر الا قدر يدير هنايا شويه واحد دوبي ديكار ولا هذا انا بغيت غير نسول الضغط على من غيكون اكثر واش على داكروز ولا اللاعبين ولا على لا كيفاش داكروز لا. شنو شكون غيكون عليه الضغط كبر يعني ابخي ديسكاليفيكاسيون لا كونت ديترون الكاف داكروز ايمان لا هذا اللي الضغط عطيه منين انت منين بدات البطوله راه كان مونير كيقول لهم اش بغيتوا عقلتي داكروز دابا شوف هذاك لونترينور كتعرفي شي اونترينور تيكون نايض عليه الصداع شنو اللي كيعافي اللي كتهدن عليه النتائج 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 انا ربحت هذا الماتش سكوات كاين اللي كيهضر انا كنت كاليفه في كاس انا كنت كاليفه سكوات خسرت الماتش الجاي وهذا هو المشكل هذا هو المشكل هذا هو المشكل ما كنعالجوش
في الوقيته الزوينه. دابا منير ربح ماتش وربحه، كنجي عند نقول ليه بارك الله فيك ربحتي، هي متفقين معاك، لكن حنا كيبان لنا بانه المستقبل معاك انت كيبان ما غاديش يمشي الاتجاه الصحيح، غنختموا معاك هنا. حنا ما كنخليوش حتى كتوقع. دابا هي دابا اللي فار، انا كنظن بالنسبه لي انا راه الماتش ديال لاكوب دافريك راه بحال شي هاد المكتب، راه بحال كتقولي انت اودي مع أسف. مع الاسف كنتفرج البارح في الروتور ديال اتحاد العاصمه مع لاسيك. تا انا ما كتكتي مع والو لاسيك انت؟ كيفاش؟ مع والو لازم دير مفاجاه. لا كنتفرج كان من المفروض لي فار اللي غتلعب البارح، ولكن ايه ولكن كيفاش كتشوفوه البارح بسهوله؟ هذاك تيزي هذا بعد اللي كيهضر على واد بنشيخة خطخون، هاد تيزي وزو وهاد هاد العاصمه وهاد ميموزا، هذول كلهم كانوا كيكونوا في لاكوب دافريك. وما واحد عدد الكناري ديريفيس، واحد عدد كبير ديال الانديه، ولكن ملي كتشوف استخدام ليفو كتقول زعما راه الجيش كانت قادره زعما. باش نرجع بكم لان لي فار دابا ها هما تزاد بحال تزاد ان تور هذا ومع من مع خصم اللي صعيب زيد على الناس راه ما حسبوش باللي راه الجيش ماشي هي الوداد ماشي هي الرجاء، راه لعبوا دو تور بعدا قبل المجموعات ما مساكن الكاف والبارج هي ثلاثه محنين واش هذا الشيء كله غيلعب دابا فخر الدين؟ والله عطيهم انا شوف حنا دارنا انا وياك بما فيه الكفايه. لا وزيد هضر ثاني. لا هضرنا بما فيه الكفايه صافي دير غير باش نذكروا الناس. حطينا انا وياك بزاف ديال السؤالات وكنتي كتقول لي واش فريق الجيش الملكي قادر يساير هذا الشيء كله؟ وكيفاش تختار انه عباد الله راه كاس العرب راه دو تور. هضرتي معايا نهار اللي جا القرار ديال الاهلي. هي باش خديتيها انت كسؤال لي انا. كان ديك الساعه باقي واش لي فار واش الماس. كيفاش اعتذروا؟ هي باش قلتي لي كيفاش جاك القرار ديال الاهلي وناقشناه. ناس مستوى الكبير وما رضاوش. شافوا بعيد. شافوا بعيد وما رضاوش يلعبوا الاقصائيات. هما في فينال. فهمتيني؟ ما رضاوش يلعبوا الاقصائيات. ومن حقهم. سكيفي طرقنا للجيش الملكي، انت من الناس اللي قلتي لي واش فخر الدين الجيش قادره تواجه البطوله وتواجه شتي لي فرج كان غيعاونها اللي كان غادي يخرجها من لابريسيون كون كان ديري سيزيام ولا سيتيام في البطوله بمعنى غتكون ما لعباش على البطوله سيور سيتيام كانوا غادي يديروا لا كوب دافريك ترونكيل ويديروا كاس العرب ترونكيل ونعطيك مثال بحال من نهضر بركانيه اللي ما كانش كتلعب على البطوله صافي انا عطيتك مثال ناخذوا غير فاصل وغنرجعوا لانه غير تورينو تخاطر على ريال مدريد كان مع ولا شي غدا وخوابي هذا خينا هذا قال لك قال لي راه خوابينا دابا انا تنقول صافي وتقولها لي انا بحال انا غادي نغديه انت قول لنا شكون حنا قول لنا شكون عطينا السميه والادريس وان شاء الله يوصلك الغدا هكا خويا رضا فاصل ونعود انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين الجيش الملكي الوحده الاماراتيه الوحده باللاعبين الاجانب ديالو ما كاينلاش نذكروا بمجموعه من الاسماء ولكن لي فار باللاعبين ديالو المنهكين شويه حتى ذهنيا ذهنيا لا 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 ما كنظنش انا قلت لك اش كاين هذا ستا ماتش ديفيرون على كاع لي زوتر ماتش صافي خرجتي من المسابقه الاولى اللي هي الكاف اللي هي كانت مهمه بالنسبه للفريق الملكي ثم خرجتي من كاس العرش ما كانتش عند لا شونس عند لي فار مع احتراماتي لفريق الفتح الرباطي لانه عرف كيفاش ينتصر رغم الضغوطات ديال اللاعبين ديال الفريق الملكي اليوم حاليا انا بالنسبه لي منذ نهايه المباراه ديال كاس العرش تنظن على داكروز ولا اللاعبين التفكير ديالهم يكون منصب على هذه المباراه ديال الوحده لانه ما تنظنش لاعبين على جوج ديال واجهات بطوله وهذه المنافسه ديال كاس العرب اللي باقي ما سالاتش حقيقه تعذبوا لانه جاوهم مباريات كثيره ديال الاقصائيات ودابا المشكله دابا انت لاعب هذا العذاب ديال كله يلاه الا ضمنتي الورقه يلاه تمشي تلقى هذاك الخصم ديالك غادي تدوز تلقى هذاك الشيء اللي بلا ما نهضروا عليه سكيفي الجيش الا قدر كنقول انا يدير ان بون ماتش هنايا وعلى الاقل يسجل هدف ولا جوج يمشي ما كنقولش يمشي مرتاح ولكن انا المباراه اللي هي غادي تستنى كتكون مباراه صعيبه الفريق الوحدة تعودت على انه ندخل نشوفه تمايا في الملعب ديالو وتاريخيا مكلاسي مع ذوك الجزيرة والعين ومع العين ومع هذا دائما نادي الوحدة بالمقومات ديالو هو المكلاسي الثالث لان المكلاسي الاول شباب اهلي دبي خاص تشوف والدوزيام هي العين كيتوفر على واحد الملعب
بالمقومات ديال فهمتي داكشي تبارك الله. ثم عندهم المحلات ديالهم التجاريه ديال الوديك لقيتها كاينين محلات تجاريه بحال داكشي المول وداكشي خاصين بنادي الوحده ناس وحده فندقيه ديالهم الناس مشاو مشاو الى احد خدامين كيجيروا في المسائل ديالهم وبالقيمه السوقيه ديال اللاعبين اللي كاينين تما راه لا لا ما كيجيبوا 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 الرقم واحد كيجيبوا الرقم واحد. بالتوفيق لفريق الجيش الملكي في المباراه اللي غادي يلعبها مع الوحده الاماراتي غدا ان شاء الله. وراه منذ قليل الله سالت الندوه ديال الندوه الصحفيه ديال داكروز المباراه ديال الجيش الملكي والوحده غادي تلعب بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله مع الثمانيه. ومن زهرنا الحمد لله ان البرمجه ديال لا فينال ديال كوب دافريك في العشره باش نتفرجوا حنا في الافار تفرجوا في الافار والوحده مع الثمانيه. وكيف كنقولوا مجموعه من الحيتيات داخله في هذه المباراه. نتمنوا ان اللاعبين ديال الجيش الملكي يكونوا موجودين يكونوا موجودين وفي المستوى اللي معروف على اللاعبين ديال الجيش الملكي. حنان اسماعيل السلام عليكم ورحمه الله الاخوان تحيه لخويا منير والفريق والاخت اللي ما كنسمعوش صوتها ها هي مصدعه تبارك الله قالت لك وديما كتغوفلوا عليها في البرنامج مسكين حتى كاين مشكل. كاس العرب بطوله لتجريب لاعبي الامل واعطائهم فرصه لابراز مهاراتهم. لا حنان قبل ما كتدخل عندك واحد العقد مع الجهه المنظمه اللي هي الاتحاد العربي كيقول لك غتشارك بالفريق الاول وكتعطي لا ليست. كان يجي داك الشيء ديال اجي تجرب فينا ولا الناس اللي منظمين هذه البطوله عارفين منظمينها حيت ملي غتمشي للنهائيات غادي تلقى الاتحاد بالنجوم ديالها النصر برونالدو ديالها الهلال علم الله هذا الصيف شنو غادي كاينه شريحه من فرنسا ولا من دونك الناس معولين على البطوله اللي غيحتضنوا غيكونوا فيها احسن ما كاين فهما ما سادين هذا الباب. اخي فخر الدين عبد المنعم شفيق هذا هل انت من هؤلاء الذين اعطتهم كره القدم المغربيه؟ هل انت من اغنيائها؟ او ترى ان الكره لم تكفيك خير الجزاء؟ مولومبيك الصاعد القسم الاول في بلجيكا ينتظرك. انا نجاوبه الحمد لله والشكر لله. والعروض اصاحبي هاد اليومين كاين العروض لا غير نقول هذا واش من اغنياء. انا والله لا غني الحمد لله غني الحمد لله اللهم لك الحمد. انا الا فقت في الصباح وصحيح وعندي القوت ديالي ديال يومي ديال النهار ديالي وليداتي مزيانين فانت عائلتي مزيانه كلشي مزيان فانت انا من اغنى الاغنياء. فانت اغنى من ثلثي لا انا من اغنى الاغنياء حيت ما كتعرفش من العشيه الغدا. إذا كتعتبر بأنه الفلوس هو الغنى هذا غلط. أنا الغنى ديالي هو ملي كنخرج الشارع ديما كنقولها أحسن غنى عندي أنا هو ملي كنكون خارج أنا وياك وتنقولها لك باش نقولوها هنا في وشفت أنا شفت كنشوف الحمد لله أنا اللي سلموا عليا 10 5 6 باقي كاع ما قطعتش الشانطي راه رزق هذاك. أنا كنحضر غير هذوك اللي كيجي كيسبقها لك ملي كيجي اخويا فخر الدين انا راه جاوي وانت عزيز عليك وهذه كتسمع. انا كنقول من نعم الله لا تعد ولا تحصى ولكن ما تحداش في الفلوس. عدد كبير من الناس اللي باقيين غالطين عندهم نعم الله محدوده وقيلا في مليار وجوج واش عندك قهوه واش عندك لا نعم الله راه بزاف البصر الشم الا مشيتي الا رجليك الا وقفتي هاد الناس اللي كيسلموا عليك نعمه نعمه ديال الزوجه ونعمه ديال الاولاد ونعمه ديال امك وباك وخوتك راه بزاف ديال النعم. حنا راه غالطين نعمه ديال تكون نقي والناس كتحترمك. ما الحمد لله عشنا في الدنيا وشفنا بزاف ديال الحوايج امامنا منير في الاخر اش كتشوف راه والو ما كاينش. انا كنظن انا جاوبت واقيلا لا جاوبتي. نور الهدى قالت لك ايمان المهم سولت واحد الحوار سولت قالت لك علاش الحوار والنقاش وداك الشيء علاش ما كتشاركيش؟ اختي راه ما كيخليونيش نشارك. خليك شارك بغيتي تكنيك بلاتي 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 مولاي بلاتي بغيتي تشاركي تكنيك مو داك الشيء نتصادع معاهم هما قاعدين مغفلين عليا وانا اش من تكنيك مو الصباح هو لا 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 في الاخر دابا باش كيما خليني قال لك خليه يهضر لك تكنيك مو 4 4 جوج نور الهدى ثلاثة جوج دافعت عليا دارني راسي انا الساعة الثانية ودقيقتين باستوديوهات شادا اف ام واصلين معكم برنامج البطولة بعد قليل غنمشيو نتكلموا على الوداد وماميلودي سان داونز الاياب ديال نصف نهائي التشامبيونز ليغ. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. واحد الصوره فخر الدين في الجروب ديالنا هنا ديال شادا اف ام صيفطتها لنا اختنا زينب تامر فيها فخر الدين
المهم هذا احد المستمعين الاوفياء الله يجزيه بخير شكرا ليه، هو اللي صيفط عليها قال له عافاك توصل الرساله وبغى يعرف شي معلومات على ديك الصوره. لا وصلتك الصوره؟ لا هي الصوره كانت واحد بقيتها كدور فهمتيني شكون فيها. وعاوتاني هذه بعدا هذا الدوري في مونبولي حقبه ديالنا حنا ملي كنا جينيور في الوداد. في الوداد كان ديك الساعه سي عبد الرزاق مكوار الله الله كان دائما كان الدوريات كانوا كثار، وهذا الدوري ديال مونبولي كان معروف كيجيو فيه فرق من الالمان، ومن المره الاولى كنا ديناها والثانيه كنا خسرنا لا فينال وقع لينا نيت مشكل مع الحكم. هذه الصوره فيها عبد ربي انا هنايا ومعايا بوشتا كرمص اللي كاين في الجمعيه دابا ديال الوداد، هو كان لعب معنا في الوداد، طلع ليكيب بريميري مات سافاري وصحيته والدراري غير ما كملش. الوسطاني عبد القادر ماسيست الدري مو الشعر اللي هز الساك الحمر ولد المدينه، وماسيست مع عائله ديال السينما اللي كتسمع بماسيست في المدينه دار بوه، هو ماسيست اللي كان كتسمع هذا عبد القادر ماسيست حداه واحد الدري سميتو حسن الناتي ولد سيتي بلاطو تا هو كان معنا جينيور وطلع ليكيب بريمير تا هو واحد الوقيته من الاوقات، ولكن تيرمون كان ديك الوقيته ديال الفريق الاول فيه بيتشو الله يرحمه فيه صحيته وفيه الشريف فيه واحد عدد كبير بريجاب ودربالة ما المكانه ديالك ما كتلقاش فاسيلمون، موراهم واحد الدري سميتو الكوشي راه عاط حاضر راسو ما بانش، ولكن كاين واحد جوج الناس هنايا اللي هما بعاد ما كيبانوش مزيان فيهم واحد عبد الاله مازي الله يرحمه هذا تا هو كان الله يرحمه في كوموندون بروفو كان كيبيع الاحذيه تما وكان كيلعب معنا في الفرقه. عائله مازي راه معروفه عائله وداديه، اللي غيسمعوني دابا غادي يعرفوا شكون هما عائله مازي من عائله الكبار بعدا هنا في سميتو في كازا في كازا وفي هذا الناس اللي هما معروفين. وواحد السيد الله يرحمه راه مات الحاج الديساوي هذا اسم كيعرفوه الوداديين، هذا كان مسير في ديك الوقيته في هذه الحقبه كان هو مصطفى بيدرو هو اللي كانوا مشاو معنا لفرنسا، وهذا الحاج الديساوي هو اللي دار قهوه في تيران الوداد. جمهور الوداد اللي كيسبع ليا غادي يعقل على القهوه اللي كانت عندنا في تيران الوداد اللي كانوا كيجيو الناس كيجلسوا وكياخذوا قهوه ولا بريري التاتاي هادو غيعقلوا على هذوك وكيتفرجوا فينا حنا وكيتفرجوا فينا حنا كنترينيو الله الله كانوا الناس كيجيو بزاف منهم دوك الناس اللي بحال بات صابر الله يرحمه واحد عدد كبير ديال الناس اللي كانت فايتين 75 80 عام كان عندهم واحد البريسه ديالهم تيجلسوا وكيديروا بريري التاتاي وكيبقاو يتفرجوا في الدراري كيتفرجوا في اي بحال دابا دخلوا الدراري كبار الصغار فهمتي اي كاتيجوري اي كاتيجوري كيكونوا تما ما كيخرجوش. هذا الحاج الديساوي هو اللي مشى للتيران ديال الوداد الباسكيت ودار فيه نيت المقهى وكانوا كيجلسوا عنده كاع الوداديين. المقهى باقى لحد الان باقى هذيك وي باقى ما عرفتش شكون مكلف بها التيران ديال الباسكيت كاع لي زونسيان ديال الباسكيت تقريبا شي دراري ديال الفوت مسيرين كانوا كيمشيو يجلسوا تما كيلعبوا الوراق وتيديروا هذا الله يرحمه الحاج من الله يرحمه من الوداديين الكبار عطى الشيء الكثير كان محب غيور على الفرقه وكان مسير ومسير اللي كان كيجبد من كيضحي من عنده كيف كنقولوا حنا او نيفو دي جون. هادو ناس اللي عشنا معاهم وكنوجه لهم الله يرحمه مسكين راه في دار الحق باقي مصطفى بيدرو الله يطول لي عمره راه باقي على قيد الحياه وكان الدراري هاد وليدات ما بقيتش كنشوف مصطفى بيدرو من المكتشفين ديالك وقيله لا هي ماشي هكاك هو اللي مشيت عنده للتيران انا المكتشف راه ديما كنقول لك هو الحاج واطريش اللي كان هذا ولكن الحاج بيدرو كنظن بانه عنده الفضل لا هو لا الديساوي لا واحد عدد كبير في ذاك التهلف في ذاك المعامله ديال الابن مع 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 بوه هذا هو الربح اللي كان عندنا. دابا هاد الصوره باش نوضحوها مزيان حيت انا الناس ما بزاف ما عرفوهاش كاين اللي عطى دولمي عطى كل واحد اش كان كيقول والناس كي تغلط لهم. اذا هذا دوري في مونبولي جونيور ديال الوداد جونيور ديال الوداد دوري في مونبولي 77 78 واه والله وقيله جو بونس في ذاك الوقيته 77 78 هنا مجموعه ديال الاصدقاء هنا كيتريقلوا معنا. نبيل نبيل قال لك راه بيريز ارحل الريال معنا كيفاش لك عاجل لا هما كيدقوا على شي على واحد الرئيس اخر هنا في المغرب وقال لك واحد راه خرج بيريز قال لهم العام الجاي ما غنجيبش الكرارس غنجيب احسن خبر للسي فخر الدين هو احسن خير للسي فخر الدين هو يشد شي فرقه في القسم الاول هشام غوله. السي فخر الدين عجيب هاد البوسان ها الكرواسة بلا دري ها التعشعيش ها الشوا ها البراد بلا غطا يا سلام هذا هو فخر الدين
خاصني نعطيك شي حاجه. سي منير قال لي عقلتي على ماتش الوداد في واحد الدوري ربحوا بروسيا دورتموند وكان عجبهم لاعب ولكن للاسف ما تلقوهش ليهم. ما عقلتش ماتش اميكال ما منين مشى الزاكي غير عطاني غير السنه ما عقلتش ما عقلتش. وحتى حنا هنا فاش مشينا راه ما كاينش اللي ما حمقش علينا وحق الله العظيم، ولكن ما عندكش الساعه كتسيني صافي ما كاينش ترك ديال سيمونير. شكون في الحكام الكبار ديالنا حكم في المنافسات ديال نصف نهائيات العصبه، ام انه الكاف خايفين يغيروا مسار البطولات كيف غيروا مسار البطوله ديالنا هذا العام؟ ما كاين حتى شي حكم مغربي هذه الساعه دومي فينال. المهم للحديث بقيه. ها حنا بعدا سمعنا شي حاجه جديده في ديك الصوره اللي صيفط لك اخويا منير سي ايوب بوست. ها انت اخويا سي ايوب قال هو اللي صيفط. ها هو دابا ها انت سي ايوب لك. ها ها التاريخ ديال ها ها التفاصيل حيت انا تبارك الله انا ما عرفتهاش. هذوك الناس اللي ما باينينش لك هما اللي كاع اكدت لك عليهم لان مهمين، سيرتو هذاك السيد اللي مات الله يرحمه الحاج الديساوي اكرم. اكرم قال لك بغينا فخر الدين يشد شي فرقه ولكن هو اللي خصو يدير الانتدابات ماشي ديباني. لا ما كاينش وانا ما درتيش حتى انتدابات راه هي والو. شوف انا تكون عاد جالس وكيجيوك راه هي انا بان لي فخر الدين غادي نضربوا الحديد مع الدوز خون. ما حد كاين العروض كاين العروض حيت جا الصيف داخل وفي الخارج وانيت الواحد يدير تشوف لنا شي حاجه مزيانه بعدا. راه كاين دابا اليونان وكاين وشوف دابا كاين بلجيكا كاين تستقر شوف لنا فين غادي نستقر. فاصل مع رضا ومن بعد غنجيو نتكلموا على فريق الوداد في مباراته امام ماميلودي سان داونز، المباراه اللي غادي تلعب نهار السبت ان شاء الله الروتور ديال الدومي فينال تشامبيونز ليغ. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام والتاريخ لا يرحم. بيان سور والله العظيم التاريخ ما كيرحم شي واحد، شي حوايج مسجلين ما يمكنش انهم يتحيدوا على مستوى والجميل ان شحال من واحد كيدوزها وسير في واحد الوقت وكتقولها فلان الله يذكره بخير. فوالا فلان الله يرحمه فلان. وشي وحدين سمحهم الله دابا دابا يمكن من غدا يمشيو غادي تقول عليه الله يرحمه العمر بيد الله اذكروا امواتكم بخير، ولكن على مستوى شنو المنجز ما كاين حتى شي حاجه. الوداد وما ميلودي سان داونز دابا 48 ساعه على المباراه. كاين بعض المعطيات المرتبطه ب وي وقلتي لنا فخر الدين وصلوا في امان الله ودار الحصه الاولى والثانيه دابا كاين معطيات. فالجديد في يعني في الوداد الرياضي اول حصه تدريبيه كانت الفريق كما ذكرنا البارح مع بريتوريا مع في بريتوريا فتعلنات على ان كاين اصابه كتعلق بكل من بوهره ومن داودي حسوا بالام يعني وما قدروش يكملوا الحصه التدريبيه فالاطقم او الطاقم الطبي خرجهم باش كومسا ما يكملوش وباش ما يزيدش يعني داك الاصابات تزيد تكثر. فيعني هاد جوج الاسماء هما اللي كانوا يعني تعرضوا الاصابه في اول حصه تدريبيه. غتكون حصه تدريبيه اليوم وغادي تكون غدا او ثاني الحصه الثالثه اللي غادي تكون في ملعب مباراه لوفتوس فيرسفيلد اللي قررت انها يعني تكون يعني باش بسيشيكما وداكشي يشوفوا الارضيه الملعب وداكشي كيفاش غتكون. دونك هاد جوج اصابات ماشي قرية هي كتكون قانونيه ديك الحصه وي مي زعما فاش كتجريها يعني في الملعب في الملعب كتكون يعني حاجه اخرى للملاعب السابقه. دونك هادو هما جوج ديال الاصابات اللي ما تمنيناهمش انهم يكونوا زعما يعني بجوج زعما ملي كتقول بوهره وداودي سي سون زعما لي جوغ اللي يقدروا يديروا لك الفريق يعني في هاد المباريات هادو. تعليق فخر الدين. التعليق ديالي اولا بغيت نعرف هذا اولا هذوك لي زوتر بليسي بعدا اللي مشاو واش كاينين صامبو وفرحان صامبو وفرحان واش دربوا جو بونس كانوا في الحصه التدريبيه ولكن ما كاين حتى شي معطيات كتكون كان تدريب انفرادية كاين فرديه كاين دونك ما كاينش لا صامبو يمكن مازال ما قررش الطبيب واش يسمح ليه. انا غادي نبعد من هذا الشيء ديال لي بليسي ولا ديال اللي غيكون واللي ما غيكونش ونهضر غروسو مودو كيف كنقولوا حنا بالمجمل ديال بمن سيحضر. الله يرضى عليك كفريق الوداد نتكلموا على فريق الوداد وعلى هذه المباراه اللي غتكون عنده اللي ماشي سهله. مباراه اللي بالنسبه لي انا 0-0 هنايا نتيجه اللي فعود كنا نكونوا متصلين كيف قلنا ما جابش الله تيسير بواحد الزيرو ولا جوج ولكن من خلال الدرولمون ديال المباراه 0-0 راه مزيانه. ما استفدناش من الطرد الاول وما استفدناش من الطرد الثاني. يمكن انت قلتي لي الطرد الثاني في الدقيقه الاخر ما كاينش بالعكس في الطرد الاخر هذاك الاخراني انت كيبان لك انت عادي. انا بالنسبه لي كيبان لي صعيب
على واحد الفرقه اللي كتكون لاعبه وكيخرج لها واحد اللاعب في واحد الوقت اللي هو تسميه انت ميت لان الوقت قريب ولكن صعيب صعيب على الفرقه كتولي ديزيكيليبري. يمكن الوداد ما استفادش لا من الخروج ديال اللاعب الاولاني لا الثاني. واش نقدروا نقولوا على انه حتى لا بليسير ديال صامبو في واحد الوقت من الاوقات ما كانش عندها تاثير في المباراه ديال لالي؟ هذه كلها حوايج نخليوها ابار. اليوم نشوفوا حنا كيفاش غادي يدخل المدرب لهذه المباراه ديال نهار السبت واللي غتلعب مع جوج ديال النهار واللي المعطيات ديالها واضحه ما فيهاش شي حاجه يعني ما مكشوفاش. الفريق اللي غنلعبوا معاه معروف شكون هو. هو سان دونس فريق اللي كيحتوي على واحد العدد كبير من اللاعبين. فريق اللي هذه دابا تقريبا واحد 8 سنوات ولا هو حامل لقب 2016 ما عليناش. هو جاي فريق اللي هذه السنه هذه الكل كيشهد ليه بانه هو احسن فريق اللي مقدم الكره مزيانه واللي كيشجل واللي كيدير وتوج بالبطوله ديالو. هذه دار البطوله نقدر نقولوا ما عاديه دخل عاديه ديال بالنسبه لسان دونس. انا كنقول بانه هذه كل عوامل كتخليه هو مكلاسي الاولاني لافونتاج اللي عند سميتو اللي عند سان دونس. ولكن في مباراه ديال كره القدم نهضر دابا بواحد الشخصيه ديال اونسيان جوور و ميم طون اونترينور. هادو مباريات اللي كاع هاد المعطيات اللي كنتكلم لك عليها كتكون على الورق بانه سان دونس مقدم مباراه مزيانه تينتصر داخل الميدان بحصص كبيره. ما كاينش شي فريق اللي ما سجلش عليه من غير الوداد. انا قلت لك ذاك النهار هنا داخل الميدان. حنا بالنسبه ليا فان دير بروك شنو هي الوصفه اللي غادي يعطينا نهار السبت باش على الاقل يدخل لهذا الماتش ويخلق مشكل سان دونس؟ ما تنظنش عنده بزاف ديال الوصفات. شنو اللي يخلي بزاف ما عندوش بزاف؟ ما عندوش بزاف ديال الوصفات، ما عندوش بزاف ديال الوصفات لان ما عندوش بزاف ديال قطع الغيار. يعني الدائرة ديال الاختيارات ضيقة عنده. زائد كما قالت إيمان دابا هاد لي بليسير ملي كتسمع بحال دابا اليوم ما تكملش لونترينمون كاين مشكل. غدا هي اللي كيصحابها غدا كاين لونترينمون. غدا راه ما كايناش لونترينمون. لا اليوم راه اليوم اللي كاين لونترينمون. اليوم إلا قدروا هذوك الدراري يكونوا راجعين ونشوفهم كيفاش غادي يكونوا فيزيكمون واش غيكونوا ابط ويعول عليهم ولا عاوتاني اليوم ما تريناوش ولا لا قدر الله استسمح ما دخلوش ما تعوليش على غدا. غدا غير ديك خاصاج غدا حنا ملي كنكون عندنا الفرقه كنمشيو كنديروا لي بينالتي كنخدموا لي فالزاريتي كديري غير شي حاجه اللي هي هذه باش دوك الدراري كيبقاو فري. اذا حنا شوفوا غدا اش غادي يخرج من التدريب ديال غدا. مع كامل الاسف ما غنكونوش باش نقدروا نعاود نبازيو على الحضور ديال هاد اللاعبين ما غاديش نكونوا. فلهذا انا بالنسبه ليا ولكن راه خصتيها فان دير بروك خصو يوجد واحد الفرقه بدون يعني كنكون انا حنا بدون عاطفه. امشي معاك فخر الدين انت كمدرب وبعض المرات انت طحتي في مواقف اللي كانت فيها الدائره ديال الاختيار ضيقه كتوصل لك الحل ديال ما كاينش العاطفه. لا غتشونجي لي بوست تقدر تشونجي لي بوست باش نسدد تقدر تشونجي لي بوست تقدر تلعب بوسط ميدان عامر كدير فيه ان بلوس. واش فهمتي؟ كتقدر تلعب واحد وسط الميدان اللي اوليو باش يكون وسط الميدان اللي هو فيه هجوميين اكثر كندير فيه انا وسط الميدان يكون دفاعيا اكثر. فهمتي؟ هذه كلها عوامل خاصك تعول عليها. ثم القضيه اللي قلت لها هو الصومبو كيفاش غيكون بالنسبه لي لا بليسير ديالو الخروج ديالو غير هذه واحد ثلاث ايام ما عرفتش كيفاش غادي يكون انا اليوم مع ما عرفتش واش غيكون حاضر واش ما غيكونش حاضر لا كيفاش زعما كنقول لك واش يكون حاضر ولا ما يكونش حاضر هي اللي كنهضر لك على حيت لا بليسير ما سهلاش. انا غنقول شي حاجه وصح ليا الطريقه باش كلا ديك الضربه ذاك النهار وباش هو رياجه وباش خرج مهما كانت لا ريكوبيراسيون ديالو التدخل ديال الطاقم الطبي ديالو ما تكونش طوطال لين فريد ها هو دخل كاع واش غيكون هو ذاك سامبو 100% اللي غتعول عليها فخر الدين. لا شوف
ان بليسور سيرتو واحد لي لونغاس كنسمع داك تمزق في الفخذ ديالو باين بانه تمزق. وهاد اللاعبين بهاد الميسك اللي كيكون عندهم بحال هكا تبارك الله بحال لوكاكو بحال هذا كيعتمدوا على ديك الوقت والديمار فوالا الله يرضى عليك كيتعذب ماشي بحال هذاك اللي كيكون ضعيف. تقدر تجي شي واحد بحال دابا اي واحد في لاطاي ديالو شويه ضعيفه تيقدر يريكيبيري فاسيلمون، هادو تيكون عندهم ميسك شويه قاصح وهذا كيكون عنده شويه كيتعذب. اذا انا كنقول بان الصامبو ما جو نو بونس با واش يقدر يغامر به كي قلتي انت المدرب. هاد الجوج دراري تا هما ما عرفناش واش الخروج ديالهم من هنا باش تخرج ما تكملش الحصه سافادير عندك دي دولور اللي هما مهمين. بالنسبه ليا بوهره كنعرفوه كيفاش كيشد الكره وكيتم غادي بها مسكين عنده تعب غادي لابد ما غادي المسكل غادي يخدم. بالنسبه ليا الدودي لا ميم شوز تا هو كيخدم هادو دي بوست كلي لي فيهم تمارا ما فيهمش تقدر تخبى وتبقى واقف. اذا بالنسبه لي المدرب خاصو يعتمد على لاعبين جاهزين بحال اللي تكلمنا به مع السي نصر الدين ياك نصر الدين واقيلا نصر الدين كان اش كان كيقول هذا من جمهور ديال الوداد قال لك اودي حنا بغينا جبتو هاد القضيه ديال لي بيليي ولا ما هذا لا انا دابا اللي موجود هذا ستا ماتش ديال واحد موجود ابت فيزيكمون غادي يعاونني أم أحسن تلعب بلعب عنده 100% ولا لعب عنده 2000% ديال التكنيك ولكن دازت ما بقاش ما غادي يدخل ما غاديش يعطيك داكشي اللي كنتي كتعول عليه. البارح راه أونشيلوتي ملي شاف تاعي غنفكرك اش دار خرج سميتو ميلو تيرا مودريتش دابيتيد ما كيخرجش شافو ما عطاش شوف يقدر يشوفو ما عطاش الشامبيون ويخليه ولكن ملي كتكون وصلتي للنصف النهائي وماتش اللي خصك فيه الفيزيك راه قال لي اجي عاود زاد باب سميتو توني كروس حتى هو زاد يعني بدا كيدخل دراري اللي راه شوف كتوصل واحد وقيته في لو شوا ديالك اوغوزمون عنده الوفره باش يدخل ما كون كان شي واحد اخر غيبقى ليميتي ما عنده شكون الا خرج مودريتش شكون غيدخل في بلاصتو دونك لا هو ماشي لا عنده دابا عنده واخا زفين فان دير بروك عنده الوفره دابا حنا كنهضروا راه كنهضروا لا كنهضروا دابا حنا على اللي ابت فيزيكمون ومورالمون وغادي يدخل يعاونك. هذا ماتش ماشي ديال دخل عوقف دخل ضرب ديال تمارين راه غيخافوا منك واش عرفتيني واش نقدر ديني انا فخر الدين ولا غادي واحد تقول لي انت اونسيان جوور وراه عندك الباكاج ديالك وغادي تقول لهم تقدموا تقول لهم انا نلعب لكم هذا في ميريتيرا راه قديم ولعب ونبقى عوقف هي عندي سميه ولكن ما غنعاونش فرقتي سكي في دابا انا هذا الماتش ديال السبت خاص اللي غيدخل يعاونك اللي غادي يدار معك تقاتل اللي غيطيح وينوض هذا ولا هذا ماتش تري تري ديفيسيل ولكن قادر الوداد بالخبره اللي ديال هذه واحد السنوات مع العلم انا الخبره سنوات الخبره اللي كنهضر عليها راه غادي وكتنقص اللاعبين ديالها الخبره اللي كانت ديال واحد الوقيته ديال 18 كلها لعبه كوب دافريك وكتشابه في النيفو غادي وكتنقص دابا ماشي كل شيء عنده خبره فهمتي كاين ابار ستة ولا هذا ما كاينش هذا هو المشكل فهاد الظروف كامله وبطبيعه الحال الامل في الحصه اللي كاينه مازال اليوم باش نشوفوا هاد اللعبه لانه في هاد الاثناء وما عارفينش بالضبط الظروف اللي كتدور فيها الحصه نتمنوا ان كل شيء يكون واجد في هاد الظروف فخر الدين شنو هو الشكل اللي المتوقع مثلا غادي يدخل فيه الوداد لا شوف واش غيدخل يبادر ولا غيدخل شوف انا شوية انا كنقول لك ستا ماتش اللي غادي تدخل تلعبوا وجد فيه بانه ما غاديش يكون فيه لو ريتم ديالو ما يكونش نازل ولا الى قدرتي انت تنزل الريتم راه مزيانه انت فريق تمتص انت تحيد لهم هذاك سميتو قد ما هما منفعلين وقد ما ضاغطين وباغيين يشجعوا قد ما انا كان حاجه اخرى كيف هما جاوا عندك هنا وخرجوا يلعبوا وخلقوا لك مشكل انت ما خصكش تراكم لورا تخرج عندهم لا ما تصنت لي يا مونير تخرج عندهم ملي تنقول لك ما ترجعش للوراء ما تبقاش تسناهم انت اكثر من لازم حيت الا رجعتي وبقيتي كتسنى حتى كل عصا سكيف انت خصك انت راجع او ميم طون داير احتياطات في الميلو تيران ديالك لانك تقرر تمشي مره تنبينوا باننا انا اما الا جيتي
ولصق شي حدا الى جا هاد الدفاع ومشى حدا الكارديان دي بيت. هذيك الساعه كتقول لهم اجيو. لا بلاتي هو انت كتقول لي كتقول لهم اجيو. الى الدفاع ديالنا مشى لصق في مريد وجا الوسط الميدان ديالك وتكحاز حدا الدفاع. راك عطيتيهم فين هما اشاك فوا البالون غادي يضيع غادي يمشيو عندك. اشاك فوا البالون غادي يضيع غادي يكون عندهم هما هما اللي غادي يكون عندهم لي بوسيبيليتي انهم يقدروا في اي وقت يسجلوا لانهم عندهم من الامكانيات. انت ما لعبش مع خصم اللي هو سهل. وإلا درتي عاوتاني احصائيات الخروج ديالنا الاخير كلهم مشينا لتيزي وزو مع سيمبا مع هذاك الفريق اللي كان يعني كيف كنقول انايا سودي وكان كيدير عرف شويه ديال تغييرات لاعبين اللي الله يحسن العوان. انا ما كنلومهمش وانا كاين خاصك انت ملي كيكونوا هادو ملي كيوصلوا على انهم لافارواد الامثله اللي عطيتي ديال الماتشات راه كل ماتش مدرب الله يرضي عليك على شارع منظر دابا هذا الماتش مدرب اذا شبيبات القبيل ديال سيمبا سيمبا راه كل ماتش مدرب اذا انا كنقول ان شاء الله الدراري الا قدروا ولكن شي كلشي هادشي خدمه ديال لونترينور خاصو يفكر مزيان قبل ما يدير حتى شي حاجه خاصو يفكر وغادي يتبعوا تفكير اخر هو ملي غادي يدخل لصفر الاربيط خصو يفكر عاوتاني في الماتش الداخل يعرف كيفاش يجري هذيك المباراه ديال سان دونز لان انت ما غتلعبش مع واحد الفريق اللي هو عادي. الحسن قال لك الواك نا با بوكو دو سوتيان اون اتاك حدد نا با لو نيفو بور لا ليغ دي شامبيون. ودابا حدد راه العام اللي فات لعب في لا ليغ دي شامبيون والعام اللي قبل منه حتى هو راه المشكله في احدد في حد ذاته هذا العام هو كلعاب النيفو ديالو هو ما رجعش للنيفو ديالو. واش المشكل انه ما كياخذش بزاف ديال لو طون دو جو ولا هو جو سي با او نيفو هو تبارك الله داكشي اللي عطى الله السوق شحال هو تبارك الله في البطوله مشى الزمالك انا قلت هذاك النهار حتى هو ما عرفت ما جو سي با قضيه كسوت بداك النهار ماشي سوت انا داك النهار وضعت سؤال شنو هو اللي واقع لهذا الوليد لانه ما زادش عطيتني واحد التحليل قلت لي احداث بتواجد ناتاكون اخر اللي معاه بحال مثلا لوكان اللي كان كانت فراجه اللي كان مع مالونغو فاش كان السلامي ماشي هو ملي كتكون كان كيمارك عليه بوحدو كان كيشوف كي كنقولوا حنا ديما ديك اللي كتشيط كتقدر تلقاه هو تما واقف. سيمونة تحيه لكم من حدا ميك ماك في بورغون اييه في مورغون ميك ماك صافي انت راه انت عارف انا ما كاين هادو كاع احياء ديال مناطق في بورغون. ايوب تحيه كبيره لكم من مارسي بارك الله فيكم لكس بيزانسون كنبغيكم في الله الله يكثر خيرك راكم عزاز بزاف ان شاء الله شي نهار نزوركم في كازا مرحبا بك مرحبا بك وقت ما بغيتي اخويا تبغيت نجي دوفوا وما كتبش والله عندي بزاف ديال لي سوجي اللي نهضروا فيهم مرحبا بك سي ايوب. الوداد الصراحه هذا العام مغاير لا ماشي مغاير قال لك الوداد ما غادير والو باقي باش نكمل التعليق باقي الماتش الله يرضي عليك باقي الماتش خويا منير هضر مع لا اللايف يوتيوب هو كاين اخويا اللايف كاين شوف ياك ما انت عندك شي مشكله صديقي اللايف هو موجود. سي فخر الدين شنو هو اصعب ماتش لعبتي في افريقيا ماتشات تبارك الله. انا بغيت نكمل غير التعليقات اللي عندها علاقه بالماتش ديال الغدا. شي واحد كان كيقول لي على الاختيارات ديال فاندير بروك واش فاندير بروك خد هذه المده هذه اللي دوز كلها واش كافيه انه يزيد يعرف عكس الماتش الي الاختيارات ديالو بيان سور قرب دابا من اللعابه وكيعرف كيوصلوه بزاف ديال وضيور ماشي ما كانش بعيد على الوداد كان قريب من الوداد ولكن ماشي هو اللي كيتريني معاهم ما كيتريش معاهم ولكن كان قريب من الوداد كان قريب من الوداد كاين في الرباط قريب من ليفات قريب من كان كيتفرج كيشوف الماتشات داير شاف الديربي ديال الوداد والجلاسيكي شوف دابا انت ملي كتدخل تريني بواحد الفرقه كتشوف لي فيكتيف اللي جالس لداخل ولا هضرنا على لي فيكتيف ديال الوداد ديريكتومون غنمشيو غنقولوا عندنا ان سيرتان حيمود عندنا مترجي عندنا لوتر جوور سميتو مره كيلعب مره ما كيلعبش شكون؟ ورب ابو سفيان لا بون انو جم ما كنهضرش عليه انا نجم نلعب وي عندنا عندناش شي ملي كتهضري كتهضر على الوداد يمكن هادو واقيلا ما نسيتش شي حاجه اخرى هادشي اللي كاين هاد الساعه هادو هما اللي غادي يقدر هوايا يلعبهم ورا لعبهم كوم كارتون زعما في الماتش علي دخلهم تال ولكن كيقول لك الناس
كان عنده روتار بالنسبه ل لو شونجمون داكشي. ولكن هذا الشيء كامل المهم بغض النظر على الماتش ديال غدا صعيب انه الواحد يحسم في الاختيارات فوالا حيت المدرب ما كنظنش انه يعرف التاعية في هاد العشر ايام ما غاديش يعرف بزاف ما غاديش يبني دي زوبسيون تا الا بغيت معوض هذا وانا عارف اللاعب الاخر عنده هاد لي كاليتي يقدر يدير فعلى اين داكشي تيسير الله الحاجه الاولى تيسير الله في انتظار نهايه الحصه شكون اللي واجد ان شاء الله يكونوا اللعابه هذا هو اللي هذا هو السؤال اللي خصك تهضر عليه واللي باقي ما عندوش الجواب شكون هما الدراري اللي كاينين في ظل هذا التواجد هادشي ديال البليسير اللي كنسمعوه في هذا فهمتي اش بنقول لك اللي كاينين هضرنا عليهم ما عندك كيدير لا زعما ما حد ما كاينينش هادو واخا تبغي تبازي ما عندكش علاش تبازي البدائل ما كاينش لا راه هادشي اللي ماشي غير البدائل دابا ملي كتسمع دابا ايمان كتقول لك راه هادو جوج حبسوا كنظن بانه فرحان وسميتو تصومو ما تنظنش بانهم حضروا في الحصه سامبو كنظن بانهم ما حضروش ما كنظنش كانوا حضروا في التدريب دونك لاكس بقاو فيه جوج جوستومون ابو الفتح وزولا نتمنوا على ان الدراري انا اللي كنتمنى ان شاء الله في هذه المباراه ما يتصابش لك شي واحد في لا ديفونس سورتو في لاكس سورتو ابو الفتح كيفاش. ابو الفتح كيتمحن في اسميتو الناس علاش باغا هذاك فرحان عنده تبارك الله فيزيكمون واقف وكي ولكن الا شفنا دابا فرحان في لي ماتش الاخرين وسورتو من بعد الاصابه زعما هالعار ما يتقاس حتى شي واحد هذا في هاد الحصص اللي باقيين ما تيعلاش هادي راه فاتيك والناس كانت تهضر على الفيزيك وبانت لا فاتيك في لا كتبان كلشي تيهضر على شوف ايمان ما غاديش نرجعوا للوراء راه كلشي على بريباراسيون وي لا بريباراسيون بزاف ديال الحوايجات وقعوا معنا كيفاش بدا الوداد كيفاش بدا الموسم تحيه لدريس واجو واحد النهار كنا هضرنا في هذا الموضوع ومن بعد فاش خرجت هضرت مع مطور شرح لي بزاف ديال الحوايج اللي ما مفادوه ان حتى التغييرات اللي وقعت في وسط العام اثرات على لا بريباراسيون على لا بروغراماسيون ديال التحضير ديال اللعابه فيزيكمون واش كتقطع اللايف لا شي وحدين كيكتبوا لك انا لك حاجه انا حيت هو عندي لا حيت كيقولوا راه كيتقطع ويمكن حتى عندك هما الناس ما عندهمش واقيلا ولكن انا منين جايبو لا وما عرفتش واخدو بحال عباد الله وانا والله ما انا شرح لي اخويا في هادشي ديال لا ما عرفتش كيدير الفرزيات كيدخل عنده ايوا صح واش عبد المجيد هذا؟ قول لي لا انت يلا فاق قول لي اصلا المشكل عندك انت قطع هو قطع فبالتوفيق لفريق الوداد وغدا كاين دومي فينال الاخر الروتور بين الاهلي المصري والترجي التونسي انا كنظن بانه محسوم مساله وقت وقت وصافي ما كاينش الاهلي المصري والترجي بقى لنا واحد شويه ديال الوقت باش نتكلموا فيه على المباريات اللي غادي تلعبوا هذا الويكاند ديال البطوله الاحترافيه الدوره 26 غدا كاين جوج ديال المباريات في فخر الدين و26 احنا بدينا دابا كناكلوا في دوك الخمسه اللي بقاو حنا غادي الخموس الاخير اولمبيك اسفي حسنيه تكادير المغرب الفاسد اتحاد توارقة اولمبيك خريبكا الدفاع الجديدي اتحاد طنجه الرجاء المولوديه الوجديه نهضه بركان ديربي الشرق وشباب السوالم شباب المحمديه هادو الملاعبين غدا كاين جوج ماتشات السبت واربعه الحد طبيعه الحال كاين ماتش واحد اللي بغيت نقول انه راه كيف كنا كنقولوا في الدورات الاخرين ما عندوش شي حاجه ولكن شباب محمديه دخلت للحساب حتى هي ان كل المباريات عندها الحسابات يمكن جوج ماتشات ديال غدا هما اللي شويه ترونكيل هما اللي هضرتي عليهم ديال اسفي وحسنيه تكادير والاخرى باستثناء واش اولمبيك اسفي مازال طامعين في ذاك المركز الرابع هلكتيني صافي اولمبيك اسفي حسنيه تكادير في كلمه ولينا حنا بغينا نلعبوا ونربحوا هما في كلمه شوف اللي كان اللي عنده النيه انا كنظن بالنسبه اسفي ضياع واحد المرتبه مهمه اللي كان يفرح بها الجمهور ديالو ويتزاد بها هو في النقاط على انه يزيد يكبر وداك الشيء ولكن ما كان من الاسف ما كنعرفش انا تخمام ولا المدرب ولا جو سي با شنو هو الهدف انا كيكون عندك من الامكانيات تكون اسفي دابا انا نقولها تروازيام دوزيام فاسيلمون على حساب الانطلاقه اللي درت عماد عاصم شكرا السدس الاخير ماشي الخمس السدس سمعتيني ماتش بالنسبه لي مول حسنيه ستا ماتش ديال اكيليبري بجوجهم ما غاديش يدوز بحال في الاوقات من الاوقات عقلتي اللي كان كيدوز ديال اكادير واسفي في الوقيته اللي كيكون واحد فيهم يعني لاعب على شي مكان كيكون عادي 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 كاين ماتش اخر عاوتاني باقل ضغط في غياب لي زوبجيكتيف ديال الفرق بجوج
المهم لو مانتيان راه دايرينو المغرب الفاسد تحت توالكا حتى هذا ماتش زيدوا على هذا الماتش. انا ملي قلت لهم قبيله كاع ما بغيت نهضر عليهم كاع. صيفط لي التامي واحد الصوره قال لي وقيله لاول مره غيتلاقاو هاد جوج مدربين بعد ما لعبوا في الفئات الصغرى ديال الماتش. سكيتيوي عمر حاسي سكيتيوي هذا جيل من دوك الاجيال اللي دازت في الماتش ديال ولاد الماس. اختي راه كتهضر على واحد الوقيته حنا عاوتاني جبدوها الوفره اللي كانت اغا غمض عينيك وجيب واحد جيب جوج جيب ثلاثه الوفره كاينه. وكاين ديك الوفره راه ما كانتش كتخلق بوحدها لا تاع دوك الدراري كانوا ناس عندهم كانوا الناس واقفين عليها الناس اللي كانوا كي مع كامل الاسف خاص الفرقه يكون عندك حيت عارف راسهم غيشوفوهم شي وحدين غيجيبوهم. اما دابا في شكون غيخرج شي مسؤولين وغيقلبوا على الدراري وغيديروا كل واحد راه مخشي في الكلوب ديالو وكيتسنى الفيترينا صافي. واحد السؤال فلسفي واسمح لي ثاني فخر الدين ما نيرفيك ما والو. في العاده المباريات اللي فيهم الحسابات ديال النزول ديال البطولات تقدر تلقى ماتش مسدود ماتش اللي ما ملعوب على حتى شي حاجه. واش ماشي من حقنا ان الفراقي بجوج يطلقوا اللعب بجوج اها انا متفق معك. بحال دابا ديال الحسن يؤسفي لعبوا الكره ديروا بون ماتش ختموا به لا سيزون وريونا واحد 5-4 ولا 6-5 داير لك تكون اهدافك ومطلق. ثم الماتش الاخر اللي تكلمتي عليه ديال المغرب فاسي تحت تورقة علاش لا والله انا متفق معك. وليو باش دابا ولينا كنشوفوا بحال بحال واكثر كاع تقدر تشوف ماتش اللي هو مزير فيه اهداف وفيه بوريزم وماتشات اخرين كتلقاهم ناعسين. الله يصوب امين. دابا عاد غندوزوا للمباريات اللي فيها الحساب. سمعت واحد المباريات تما كاينه وحده بعدها جديده هي هذه اولمبيك خريبكا والدفاع الحسني الجديد. ايوا واش خريبكا تجر جديده لاعبين في خريبكا الا قلت لك زعما تهبطها اش غيدير محمد مع طالب تهبطها هادو بجوج هما غتفوتها اييه الا ربحاتها تبارك الله خريب بقات تفوت جديده اه ايوا هادو جوج ديال المدربين حاله الانتصار الاولمبيك خريب بقى الدفاع الجديد دخل لا زون غوج صافي ايوا جوج ديال المدربين اللي جاو فوقيته وحده جاو فوقيته وحده واختاروا دي زيكيب اللي كيتحملوا هما المسؤوليه. ما غاديش نقولوا لهم لا هذا العمل ديال المدرب من خلال هاد اولمبيك خريبكا اللي شفتي اخر مباراه الى الى خريبكا اللي لعبت مع الرجاء ودارت لا فيكتوار كونتر الرجاء انا دا نسولك قلت غتسول فيا انا اها ايوا بزاف غنجاوبك انا بسؤال ايمان وواحد فيكم يعطينا الراي ديالو واخا نسبقك انت الاول سير الله. دابا فرقه انا ترينيت وقاديت الفرقه ديالي وجاي فريق الدورة الأخرى ربح الراجة في الدار البيضاء شنو هي أنت النتيجة اللي تقدر تصور ولما غتعطي أنت الانتصار؟ الأولمبيك خريبكا باش علاش؟ حيت انتصر في الدار البيضاء وعلى من؟ على الراجة واخا تقول لي أنت الراجة إيه ماشي هي الراجة اللي تعادت مولفة خريبكا بجمهورها بداك الشيء ديالها اللي كتعطي وداك الشيء كاين غضب جماهيري كاين غناخذ ليه انه انتصر ولكن كيبقى على انه في العنوان انتصر على فريق الرجاء. اذا ما ترشح خريبكا ايمان انا غنجاوبك بواحد الكوتي اخر سي هذيك خريبكا اللي لعبت مع الرجاء في ظل ان الرجاء ماشي هي هذيك وماشي ما كاينش الجمهور وداك الشيء كانت بدات عندها محفزات ان الرئيس ديالها باقي. دابا جو بونس زاجيلي سي سا جاجيليوس جاجيلي علنا على انه راه ما بقاش دار جمع دار ندوه صحفيه ولكن كاينين اصداء انه راه ما غيبقاش على خليها ما غيبقاش على الراس. انت عطيتيني الراي ديالك عندي مازال القضيه على الراس هي عطات الراي ديالها بشكل اخر مزيان هي كتقول يمكن خريبكا الرئاسه بدون انت دابا كتقولي دونك بلاتي بلاتي انا غادي ننزل نكمل لك. انت كتقولي يقدر يكون تأثير وي انت انا نزيدك واحد الحاجه على ايمان سير هذيك الدفاع الجديدين اللي تعادلات مع الحسنيه في الجديده وداروا اخر لحظه داروا بون ماتش ماشي بون ماتش المهم وصلوا احسن من داكشي اللي داز احسن من داكشي اللي داز جوج الاهداف الا حطيتها مع هاد خريب قال لي قلتي ربحات مع الراجل ايوا هنا فين كاين دابا فين كاين حيت فاق واحد شويه هادشي اللي قلتي اختي ايمان حيديه علاش؟ انا نقول لك ما غيلعبش نهائيا لان في هذه المرحله من المراحل لا جديده لا خريبكا جايين بالدعم
جو نو بونس با بانه جديد ايمان جايين الاخرين بكا بحال اللي كيجيو لها عاديه على انهم يكونوا في واحد الفندق ترونكيل وما يهضر معاهم حتى واحد وما يكونش اجتماع وما يكونش شوفي وتدخلات وبان احنا الفريق ديالنا نعطيها لك هذه قيديها ثم اخرين بكا مع من؟ مع محمد اللي تا هو في هذا الشيء تيطير فيه عنده ديك لا كومينيكاسيون عنده كيفاش يلعب لك على اللعب على المورال ديالو واش هذاك المكتب موسير تيكرو بانه غادي يربع يديه وتسنى جديده تجي تحيد لي واحد لا شونس اللي ما تنظن ما غيلقاهاش ايمان ما عمرو ما غيلقاها لان ديجا بعدا هو الخطر اللي كان عنده واللي ما مكانش واقيلا معول عليه هو هنايا يجي بثلاثه نقيطات من الدار البيضاء بما جاب ثلاثه نقيطات وجا هادفيرسير ديريكت عطاه دعم وجا هادفيرسير كما قال منير ديريكت اذا انا بالنسبه ليا ولكن هادشي كون ولكن مي جاب ثلاثه نقيطات وكتشوف يعني هاد المشاكل اللي كتخبط بها وداك الشيء دونك راه ما زعما دابا فينا شكون اللي كتخبط في المشاكل واش فهمتيني ندير خريبكه شكون اللي كتخبط في المشاكل هادشي غياثر على على الاثر اثر هادشي ايمان شكون اللي كيتخبط في المشاكل اللاعبين ديال خريبكه بحالاش فحالاش ما غياخذوش لي سالير ديالو ما عارفينش المسار ديالهم شنو كاين ها هو الرئيس مشى اللي غيعطيهم الدعم اللي قلتي انت كيخصهم الرئيس شوف هاد القضيه على ملي قبل ما يجيو يلعبوا مع الرجاء ما كانش عندهم هذا المشكل الله اعلم لا ماشي الله اعلم دابا هذا الماتش هذا ديال جديده سنتينية. جميع الانديه المغربيه كلها تتعيش هادشي اللي قلتي انت كيديروا اضرابات ما كيترينيوش واحد لوبسيون كيفاش كتجيك في الماتش بالضبط وي سنتي وكيجيو حتى الماتش وهو منير شحال مره قلتها ليه وغلبته وي راه كنشوف قال لي منير هذا راه ما مترينيش السيمانه تيغيروا وي ولكن في هاد الوقيته هادي معاك شوف الا بغيتي تاكلي قتله نهار ديري اضرب انا نقول لك سير لعبي مع السيتي لا رد ولا لا 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 بزاف بزاف ولا شو مالك هي اللي كتعطيني بها لا 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 انا كنت قادر سير مع عند برايتون لا لا حتى هادو ما بغيتش سير عند بيرنلي سيفيا وسوسيداد سيفيا انا ما بغيتش بغيت نقطعهم في بابور باش دغيا يوصلوا سير المالاكا نديهم لطنجة ونطلعهم في الباطو وما نقولش فين غادي عاد ندخلهم التيران نقول لهم كنتو دايرين الاضراب يقول لي شحال ما ترينيتوش السيمانه دخلوا تلعبوا ما دابا هنا غيبقاو تما كاع ما رجعوا السيمانه ديال الاطريما لا هنا ايمان ايمان ما كيترينيش رجعوا اصلا انا با ناخذ واحد الفصل مع رضا سيمانه ما تترينيش ايمان كتلعبي ماتش وكتحسي المدرب اش كيقول المدرب هو المدرب دار تعادل ولا ربح اش كيقول لك حنا مالغري ما كانوا عندنا ما تريناش والدراري وازمه والفلوس وجبتي ثلاثه نقيطات خير السير هذا توكل على الله سير رضا انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شذا اف ام واحد السيد هنا اينو تي في قال لك من الاحسن طيح الدفاع الجديد 8 سنين وهما مضاربين مع الطيوح اذا كنظن اخويا انت ما متبعش كاع الدفاع الجديد راه هذاك النهار كانوا دوزيام وهذاك النهار لعبوا تشامبيونز ليغ وهذاك النهار كان حداد وازار لعبوا فينا ديال كاس العرش منير هو تيهضر هذاك ولكن يمكن هضر اربع سنوات ولا خمس سنوات جديده كتعدى قال لك هو 8 سنين لا عبلاتي عبلاتي حتى لا. ولو كاع شوف خمسه سته سبعه ستاتيستيكمون غير 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 شوف انا ما نتمناش جديده هي اللي غادي تطيح بحكم يعني كيف كنقولوا تسير لا راه حيت كاع الفرق ديال البطوله المغربيه كيعيشوا نفس الا تكلمنا على هادشي نقولوا نجبدوا حتى وجده دابا دابا هادو اللي مهددين تبغي تطيح حتى وحده فيهم الا جيتي تخدم العاطفه ولكن جوج راه غادي يطيحوا اذا هضرنا على اولمبيك خريبكا والدفاع الحسني الجديدي من بعد من سيدي كان اتحاد طنجه اللي غيستقبل الرجاء هلال الطير ومتولي غيستقبلوا الرجاء ايوا دابا تما مطالبين بالنتيجه هما غيستغلوا ديك لاكسيدون اللي بين خريبكا والدفاع الجديد وغيبغيو يديروا 3 بوين باش يزيدوا تكحازو كيفاش كتشوف انت هذا لا انا بغيت نشوف الرجاء واش عندهم المقومات على انها حيت اتونسيون الخصم ديال اتحاد طنجه ماشي سهل واش حاليا كيقدم واش الخصم ديال الرجاء ولا الخصم ديال طنجه؟ لا الخصم ديال الرجاء هو اتحاد طنجه هو اتحاد طنجه اتحاد طنجه اللي ماشي سهل بيان سير ما ساهلش لانه كيقدم مباريات مزيانه دابا كنهضر انا على لو نيفو والمستوى اللي كيقدموا فريق اتحاد طنجه مؤخرا فريق اتحاد طنجه اخر مباراه لعبها في وجده راه كان مزيان ما كانش ضعيف والمباراه كانت مهمه بالنسبه لي ضيع انتصار مع بركان كان مزيان اعطيني اتحاد طنجه منذ مده شي ماتش داروا ضعيف
واحد 6 ولا 7 الماتشات الاخرين خلي ها صاحبي تقول لي كلهم داروا ماتشات مزيانين سكيفي انا طنجة هضرت لك عليها عطيتك المقومات ديالها بلي جوور كلي اللي عندها تبارك الله اكسبيريمونتي جمهورها بتيرانها بكلشي بكلشي ليها كتلعب واحد الماتش بداك المودل الداخل متولي فريق اللي كي كي كيضرب ما كيسامحش في حقه واخا انا ساليت من اتحاد طنجة الرجاء انا استقبل فريق الرجاء البيضاوي كيفاش غيجيني فريق الرجاء واش يجيني بالمستوى اللي ظهر به مع شباب محمديه ولا مع اخر يبقى لا مع اخر سيري على اخر مباراه لا حيت فاش كنهضروا على كوب دي ترون واحد الماتش اللي ماشي فهمتي ماشي البطوله الرجاء دابا ما عندها ماتش ولكن سانوبيش با كيما قال مونير ذاك النهار قال لك اللي تفرج في هاد الفراقي بجوج وشاف لو نيفو ديال اخر ماتش ما تقولش هذا هو الكلاسمون ديالك هذاك هو غتبازي عليه غتبازي على الماتش ديال المحمديه ديال المحمديه ديال لاكوب هذاك المظهر اللي ظهر به فريق الرجاء والمظهر اللي ظهر به فريق شباب محمديه واخا ماشي شي غير هذا هو ملي كتبقى واحد الماتش اللي خص واحد يربح فهمتي دونك كتبان ديك ولكن انا مع كنشوف انا كيفاش الرجاء غادي يكون في طنجه واحد الملعب اللي هو كبير امام واحد 40,000 ولا اكثر ثم بالنسبه لي انا اللي كيبان لي غيكون متحمس اكثر طنجه وباغي الله يرضي عليك هو اتحاد طنجه انا غنمشي كفريق الرجاء وغنبغي نمحي الصوره اللي ظهرت بها في المباريات ديال البطوله الاخيره ونشوف المدرب حتى هو غير هو غير هو واش غنبغي واتصنتي انا كنقول لك عطيت حيت هضرتي لي على الماتش ديال شباب محمديه كان حافز ديال كاليفيكاسيون هنا البطوله ايوا انا عطيتك دابا واش انا كمدير كبير واش عندي الطموح ندير ان بون ماتش في طنجه ونلعب ونقدم كاع داكشي اللي عندي راه هذا هو السؤال حيت اللاعبين ديال فريق الرجاء والمدرب سوا سير سيرتان عارفين بانه غادي لواحد الماتش صعيب تري تري ديفيسيل حتى ولو في تواجد اتحاد طنجه في مرتبه امنه كان غادي يكون اصعب اكثر لان يكون مورالمون الدراري غادي يكونوا ترونكيل نهار الحد كاع المباريات هادو اللي فيهم هاد الحسابات كلهم ملعوبين في 8 مزيان بربعه مزيان ما عرفتش النقل المباشر كيفاش غيكون على حساب القنوات اذا اتحاد طنجه الرجاء هي هذه المولوديه الوجديه اللي في الحساب مع بركان مع نهضه بركان ديربي داخل الحسابات ديال ديربي الشرق ديربي الشرق شوف احنا كنهضروا غير على دابا جالسين هناك في البلاطو تنتكلموا على هاد المباريات وكان كنفتقدوا بزاف ديال الحويجات اللي هما الارضيه ديال الملعب الانطلاقه ديال المباراه وسط المباراه النهايه ديال المباراه هذاك الوقت اللي كيتزاد ديال 5 دقائق ولا 6 ولا 10 ولا 7 ولا 7 شوف هادو كلهم عوامل ما كنتكلموش عليهم حنا هنايا علاش انا ما حنا ما داخلينش في اللعبه الفريق هو اللي داخل في اللعبه المدرب ديالو اللاعبين هما اللي غادي يقدموا لينا ويعطيونا كي كنقولوا هو العكس صحيح يقدروا يكذبونا ويقولوا التكهنات ديالكم ما كانتش هي هذيك حنا دابا حنا كنتكلموا غير بالمعطيات اللي كنتوفروا عليها وداك الفرق اش داروا دابا بركان ما تنساش بانه بركان صراحه من بعد الفوز ديالو في كاس العرش هذا واش نقدروا نقولوا بركان قادر حيت مؤخرا الماتش اللي دازو ما بين بركان وجده كانوا صعاب ما كانش فيهم اهداف كثيره بكثر ما كان فيهم الطرد كان فيهم يعني كان فيهم شويه ديال الحساسات اللي كانوا نتمنى على ان هذا الماتش يدوز مزيان وهذا الديربي ديال الشرق لا طنجه لا بركان ولا وجده يقدموا لنا واحد العرض مزيان ولكن اللي كنقول انا منير هو انه المولوديه الوجديه حنا ملي كنجيو عاوتاني في المطالبه كنلقاو بان المولوديه الوجديه يعني محتاج قات مباراه واحده محليه واحد مريم واجه يلا دخلات مباراه محليه هذه شباب محمديه اللي غيحل الضيف على شباب السوالم في المحمديه مالك كضحك مريم اش غنقول لك بحال دابا هذا الماتش بحال هكا بالنسبه لي انا والله العظيم حتى هي مهدة شويه الا خسرت الحساب الا خسرت تدخل الحساب وغيلعبوا مع واحد الفرقه اللي هما شباب الرياضي السالمي اللي راك شتي اش دار مع الجيش ايه ما كانش لقمه سائغه بالنسبه لي انا وي عذب فريق الجيش الملكي واش يقدر هذاك الملعب يبقى سائغه ولا لا على حساب محمديه
عادي من عطيتك بعدا راه طولت معاك في هذه الماتشات هذو لانه راه شحفت. نهاية أسبوع موفقة سي فخر الدين. شكرا إيمان. موعدنا مستمعينا الكرام معكم في حلقة جديدة من برنامج البطولة يوم الأحد من الوحدة حتى الثلاثة. كنحيي رضا في إخراج حلقة اليوم. بعد قليل موجز الأخبار مع مريم وجيه. إلى اللقاء.